الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وهذا البث المباشر لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم مستر ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي لوسائل الإعلام وللجماهير الكبيرة. ريكاردو سواريش بدأ بالأمس عمله مع النادي الأهلي فور اجتماعه مع كابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي والمسؤولين في لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي. على الفور نزل أرض الملعب، اجتمع مع اللعيبة، اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اجتمع مع المعاونين بتوعه، انضم الكابتن سامي قمصان المدير الفني اللي أدى الحقيقة الفترة الانتقالية في منتهى الكفاءة والتركيز بعد ما تم فك الارتباط مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. مستر ريكاردو سواريش زي ما حضراتكم شايفين من أول ما دخل بوابة النادي وهو بدأ العمل على وجه السرعة، واضح جدا أن الراجل محضر كويس قوي، عنده خلفية كبيرة على النادي الأهلي. لما قال أنه هو اتكلم مع مستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، الحقيقة واحد من أبرز المدربين الأجانب اللي اشتغلوا مع النادي الأهلي، كان واضح انه جاي عنده صوره متكامله عن النادي الاهلي وعن جماهير الاهلي وعن ضغوط الاهلي وعن بطولات الاهلي وعن سيستم العمل في النادي الاهلي. فلذلك في كل كلامه مع كل المعاونين والجهاز ان احنا يا جماعه هنشتغل مع بعض، احنا فريق عمل واحد، هننجح مع بعض، هنشتغل مع بعض، هنتعب مع بعض. امبارح ما استناش، الفريق كان في التمرين استعدادا لمباراه بتروجيت بكره ان شاء الله في كاس مصر الدور قبل النهائي، دخل على طول في الموضوع ونزل الملعب وقاد التمرين، والنهارده بقى كمان بيحضر هذا المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الاعلام، وبعديها يدخل في التمرينه الاخيره استعدادا لماتش بتروجيت. تقديم مدرب اجنبي لوسائل الاعلام دي مساله في منتهى الاهميه، لانه الاعلام هيبدا يتعرف على الراي العام وكل وسائل الاعلام المصريه من خلال هذا المؤتمر. تفصيلات المؤتمر وترتيباته وموعد وصول مستر ريكاردو سواريش لقاعة المؤتمر، هنروح لمقر النادي في الجزيرة ومعانا الزميل فاروق صلاح وهنا أبو القاسم. فاروق صباح الخير. فاروق وهنا أهلا بيكم. طبعا كل التحية للأستاذ إبراهيم المنيسي وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي كل التحيه للاستاذ ابراهيم المنيسي وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. برحب بيك يا استاذ ابراهيم وبرحب بالزميله العزيزه هنا ابو القاسم. يوم من الايام المهمه جدا يعني في تاريخ النادي الاهلي او مستقبل النادي الاهلي طبعا، وهو زي ما حضرتك قلت مؤتمر تقديم المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، وده امر مهم جدا يعني امر متبع داخل جدران النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم، تقديم المدير الفني بجهازه بالكامل الى وسائل الاعلام. والنهارده الدعوه كانت من يعني اداره الاعلام في النادي الاهلي بتوجيه دعم لكافه وسائل الاعلام لحضور هذا المؤتمر طبعا اللي هينطلق في تمام الساعه الثانيه طبعا، ثم عقب يعني المؤتمر او تقديم الجهاز الفني هيكون المران الاخير للفريق استعدادا للقاء بتروجيت. هنا النهارده امر مهم جدا، شايفين وسائل الاعلام استعدادات مكثفه من اداره النادي الاهلي النهارده لتقديم المدير الفني وجهازه المعاون ريكاردو سواريش. اكيد طبعا، في البدايه طبعا برحب بحضرتك استاذ ابراهيم وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المؤتمر الصحفي طبعا التعريفي بمدرب النادي الاهلي الجديد مستر ريكاردو سواريش. طبعا في حاله من الترقب كبيره جدا، كل منتظر عايز طبعا يعرف اكتر عن المدرب. خليني طبعا زي ما قلت يا فاروق اكلمكم عن استعدادات النادي الاهلي. الحقيقه انه كالعاده الاداره التنفيذيه بذل مجهود كبير جدا عشان طبعا يخرجوا المؤتمر بشكل بيليق باسم النادي الاهلي كالعاده. العاملين بالنادي متواجدين في النادي منذ الصباح الباكر، وخلاص يعني صالت فكري اباضه اصبحت مستعده طبعا لاستقبال المؤتمر. يعني طبعا يوم مهم جدا زي ما قلت يا فاروق، الجميع منتظر ان شاء الله تكون بدايه شابتر او فصل جديد مليء بالبطولات كالعاده. بالفعل هنا زي ما حضرتك قلت يا استاذ ابراهيم، طبعا النادي الاهلي والاداره التنفيذيه في النادي الاهلي دائما بتقدم صوره بتليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي، انت بتمثل النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم، النهارده هو يعني انت بتقدم جهاز هو الاكبر في تاريخ النادي الاهلي او تاريخ اي نادي مصري او تاريخ الكره المصريه عموما النهارده لما بتقدم. وخليني برضو اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا، لان كتير جدا من الاوساط بتنادي مستر ريكاردو سواريز، ريكاردو سواريش، ريكاردو سواريز. خليني اقول لك ان النطق صحيح سواء في الثلاث
في الثلاث اسماء سواء ريكاردو سواريز ريكاردو سواريش او ريكاردو سواريز. لكن خليني اقول لك ان الطاقم الفني او الجهاز الفني للفريق النادي الاهلي خلاص هيكون مكون من طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ هو مدير الكره، مستر ريكاردو سواريش هو المدير الفني، موريسيو فاش مدرب، كابتن سامي قمصان مدرب، راؤول فاريا وده تقدر تقول مطور اداء، وده منصب مهم جدا يا استاذ ابراهيم، اعتقد حضرتك طبعا واساتذتنا هتقف عند هذا الامر، مطور اداء، ودي نقطه مهمه جدا بنشوفها لاول مره سواء في النادي الاهلي او في الكره المصريه عموما. موجود بيدرو مخطط الاحمال واخصائي فسيولوجي، وايضا ادواردو لوبو ده مدرب حراس المرمى، ولويس بيريرا مخطط احمال. عايز اقول لك هنا الامر والامور بتثير على يعني اكثر بصوره اكثر من رائعه سواء من المسؤولين في النادي الاهلي او اداره الاعلام في النادي الاهلي، ايضا التزام الزملاء الاعلاميين بالحضور من الساعات الاولى. مستر ريكاردو سواريش بالامس، خليني برضو انوه لنقطه مهمه جدا يا هنا، ان مستر ريكاردو سواريش كان من المفترض يا استاذ ابراهيم انه يتولى القياده الفنيه اليوم يا هنا، لكن كان حريص بالامس ان هو يقود مران الفريق. انا كنت موجود في المران يا استاذ ابراهيم، ظهر بصوره اكثر مره، اعتقد حافز مهم جدا يا هنا انك تتولى القياده الفنيه لفريق بحجم وقيمه النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا فاروق، اكيد الفتره الجايه هتكون فتره مهمه جدا لرجال النادي الاهلي، كمان طبعا الشهر ده هيتم حسم البطولات، بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان استاذ ابراهيم خلوني انقل لكم جميع الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني بالفعل المدعوين توافدوا على النادي الاهلي سواء طبعا زملائنا الاعلاميين او الصحفيين، كمان طبعا هيكون موجود بعض من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، لجنه التخطيط، وكمان لفيف من نجوم النادي الاهلي، يعني طبعا الجميع منتظر ومترقب زي ما قلت، ان شاء الله هيكون بدايه جديده مليئه بالبطولات، وطبعا هنكون معاكم في لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما عودناكم دايما. شكرا جزيلا للزميلة هنا أبو القاسم والزميل فاروق صلاح من مقر انعقاد مؤتمر النادي الأهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل اثنين من ضيوفنا النقاد الرياضيين الكبار، الأستاذ سامع فتاح والأستاذ محمود صبري، وهذه التفاصيل المهمة في تعاقد النادي الأهلي وتقديمه لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وهذا البث المباشر لوقائع المؤتمر الصحفي في النادي الأهلي لتقديم مستر ريكاردو سواريش المدير الفني، ويسعدنا أن يكون معنا اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، الأستاذ سامع فتاح مدير تحرير جريدة المساء والنقد الرياضي الكبير. أهلا بك يا أستاذ. أهلا أستاذ إبراهيم، وإن شاء الله يكونوا شكرا على الأهلي. سعداء بوجودك معنا. أهلا بك. والناقد الرياضي الكبير مدير تحرير الاهرام والمشرف على القسم الرياضي الاستاذ محمود صبري، اهلا وسهلا. اهلا بيك، منور الدنيا. منور جمعه مباركه ان شاء الله. مشرف. طب نبدا بالشمال وان كان محمود صبري قاعد على اليمين. محمود صبري اخ ما هو يعني ابو زيد. استاذ سامي، مدرب اجنبي للاهلي وانت يعني راصد، طبعا مش عايز اكبرك في السن بس انت ممكن تكون من الجيل اللي بدات وهيدوكوتو مدرب للاهلي. موجود مش كده؟ كنت موجود في الملعب في تدريباته وقريب منه جدا تمام. هيدوكوتو يا جماعه من 73 ل 80. فكره مدرب اجنبي للاهلي شايفها يعني بقى فرض خلاص؟ هي مهمه جدا. مهمة جدا وجهة نظر الإدارة كمان. يعني واضح إن هي يعني ده توجه قديم جدا، استراتيجية في الإدارة. ليه؟ نجم الأهلي يعني هو أصلا مش نجم قليل. أيوه. اللي بيخش يلبس الفانيلة الحمراء دي لازم يكون حاسس بنفسه شوية. فمحتاج مدرب أعلى منه بكتير فكره وشخصيته، ناظر مع تلاميذ. ايوه دي خلاصتها. خلاصه. وده اللي يعني شفناه مع هديكوتي، شفناه مع مانويل جوزيه، وده بيساعد لان في المدرب وراه جمهور واللعيبه وراه جمهور، يعني ما يقبلش غير بطولات. الاهلي اعتاد على البطولات والقاعده الجماهيريه العظيمه بتاعته دي بتخلي المدرب الاجنبي رقم مهم في المعادله. تمام. عشان كده يعني انا مع تقديري طبعا لكل المدربين
ابناء الاهلي اللي مسكوا الفرق واخرهم سامي امصان واللي بذل جهد مميز جدا طبعا في 6 مباريات. ولكن طبعا شخصيه المدرب الاجنبي هو في الاول والاخر مدرب ضيف فعايز يعمل لنفسه حاجه مع الاهلي. بيخش يعني داخل البنك لازم يخرج بحاجه من رصيده صحيح مش داخل يدفع داخل ياخد صحيح ياخد مش ياخد فلوس يعني ياخد في رصيده كمدرب انجازه سي في بالظبط كده. فبالتالي يعني هي معادله اجنبي للاهلي مع لعيبه مميزه في الاهلي فده مستفيد وده مستفيد. اما بتختل المعادله دي بيحصل يعني هبوطات عديده. صديقنا الاستاذ محمود اهلا بيك. اهلا بيك منور الدنيا. الله يخليك. ريكاردو سواريش برتغالي آه. وصديقك الحميم آه. مانويل جوزيه اه طبعا كان الفاتح الاعظم للمدربين البرتغاليين في مصر اه طبعا بالظبط من اول ما نجح مع الاهلي في اول مرحله في 2001 وفتح الابواب المصريه على مصراعيها آه. للمدرب البرتغالي آه. اول برتغالي ينزل مصر كمدرب مانويل جوزيه 2001 في الولايه الاولى له مع النادي الاهلي كان امتداد لثلاث اربع تجارب بارزين جدا في تاريخ كره القدم الاهلاويه. اذا قلنا هيديكوتي من 73 ل 80 ديتريش فايس الالماني نهايه الثمانينات لغايه 90 ثم مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي القياسي مع الاهلي في 2001 وفي وليتين بعد كده. المدرسه البرتغاليه سماتها وضروريتها ونجاحها رايك؟ انت كنت بدات مع الالمان الالمان انت عندك تجربات المانيه في سوبر حقبتين طبعا حقبتين حقبه محليه كان الالمان هم فيها الابطال صحيح من طبعا ديتش فايسا طبعا كان نقلك في نقله للكره المصريه فايسا عمل فايسا اللي فتح لهم فايسا عمل نقله مهمه جدا وقعدنا نلعب 3-5-2 وتعلمناها صحيح. منه وعمل المنتخب خدها والانديه بدات تجربها فعمل ايه شكل مختلف صحيح. بعد كده الراجل عشان راجل محترم لما لقي الوضع ونظام في الدوري المصري لغى الدوري لغى الدوري ما رضيش ياخد مرتبه خد بعضه مش قال مش هينفع معايا النظام ده. بعد كده كان لنا نقله في الكره الانجليزيه مع ألان هارس برضو عمل موسمين مع الأهلي موسمين ثلاثة وبعد كده رجعنا للكرة الألمانية عن طريق هولمان وتسوبل وبعد كده هانز ديكسي وطبعا كان غير موفق على الإطلاق. ثم كانت النقلة المدرسة المختلفة اللي هو مدرسه الرحاله بقى البرتغال يعني البرتغال طبعا تعرف غزو العالم بس جم عند مصر ما عرفوش يعملوا حاجه زي ما بنقول المماليك عملوا معاهم معركه جامده جدا على فكره وابطلوا كل مفعولهم عشان التاريخ عشان ما حدش عشان ما حدش يتكلم فجي مانويل وجي مانويل في اول تجربه لي انا حافظها يعني زي الكتاب ما بيقولوا يعني كانت مشكلته انه جاي على طبعا على طبيعه جديده وجو جديده وكان وقتها كابتن صالح سليم رحمه الله عليه يعني رئيس النادي وبتاع فكان كل مشكلته في حاجه كل اسبوعين يقول لك انا عاوز امشي كل ما يجي يعترض على حاجه مش عاجباه بتضايق من حاجه من موقف وقتها الاهلي كان بيمر بمرحله بناء لانه كان فتره كبيره جدا انت مسيطر على المسابقه المحليه 7 دوريات مختلفه فبدا وصلت لقمه الكرفه وتوقع كبير جدا انك انت لازم بقى في هبوط بس في هبوط متدرج وفي هبوط بيعمل لك مشكله فلما جه انت قعدت تدور بقى على العناصر ابرز حاجه عملها انه رجع لك البطوله المحببه لجماهيرك وهي دوري ابطال افريقيا بعد 14 سنه بمجموعه من اللاعبين الصغار مطعمين بالخبرات القديمه عملت لك نقله. بعد كده لم يحالف التوفيق انه خسر الدوري في المباراه الشهيره بالتعادل الشهير مع نادي الاسماعيلي ثم رحل ثم فجاه تغيرت المدرسه الى المدرسه الهولنديه وجبنا مدرب صاحب اسم يعني كان في محاولات للبرتغاليه توني اوليفيرا في 2003 توني ما هو توني اوليفيرا جه بعد بومفرير بومفرير كان مشي مانويل جه بومفرير عمل رقم مع الاهلي لاول مره كان الاهلي يفوز بكل مبارياته في الدوري خارج ملعبه وما يفوزش بالدوري بومفرير كان مدرب هولندي تاريخ قول في السي في بتاعه زي ما انت عايز يعني بعد كده لما حصل اللي حصل جه مدرب وطني كابتن فتحي وبروخ خد الاهلي الكاس
بعد كده توني اوليفيرا، وتوني اوليفيرا برضو قول في السيره الذاتيه بتاعته واكتب وقول من المدرب استاذ الاسدسي استاذ الاسدسي ولكن لم يحالفه التوفيق وتعرض للاهلي خساره في البطوله العربيه وبتاع. بعد كده بقى ايه جت بقى خلاص بقى يعني ايه حتى الامور دخلت، وكان الكلام ده في شهر يناير خلاص. وتوجه الاستاذ ياسين منصور والكابتن محمود الخطيب الى البرتغال، وكان وقتها مدير فني لبلينسس البرتغال، وقدروا برضو يعملوا دفعوا الشرط الجزائي وتعمل عقد سنه ونص ورجع منه الجزائي، وبدات الحقبه الذهبيه للاهلي والكره المصريه في بناء الفريق الذهبي للاهلي بدءا من 2004 ل 2010. يعني انت خد ايه خد في الـ في الـ في, الـ في التجربه دي أرقام. بات مانويل تحول الى ايقونه لدى جماهير الاهلي، لان هو عنده من اميز حاجات مانويل جوزيه مش الفنيه، ده باعترافه هو، هو قدرته على اخراج افضل مدى اللاعبين من خلال المحاضرات الفنيه اللي بتكلمها، وازاي نفسيا بيعرف يهيئك ويعمل لك الشغل، وممكن تبقى في قمه العطاء ومكسر الدنيا، لكن انت عارف في مدارس مختلفه ما بيحبش يضحك في وشك لان هو بينتظر. واسمع حكايات نجوم الاهلي في الفتره دي وهم بيقولوا لك، اسمع من ابو تريكه واسمع من بركات واسمع من عماد متعب واسمع منهم بيقولوا لك ايه، كنا بعض الاحيان مكسرين الدنيا وهو مش راضي عن النتيجه، فايزين 1-0 فايزين 2-0 بيقول لك لا انا عايز اكتر من كده، 6-1 مش مقنع. انا بكلمك اهو، فانا عاوز اقول لك ايه، مانويل حط كان بدايه يعني فتحه للمدربين البرتغاليين. خلاص احنا دلوقتي بينا والبرتغاليين، على راي مانويل كان دايما بيقول يا جماعه العرب اخوال البرتغاليين. كان بيقول كده ليه؟ لانك انت لما تروح هناك تجد في قاموس اللغه بتاعهم على الاقل 10 بيقول لك ابو خالو يعني انا بقول ابو خالو هتجد في قاموس اللغه البرتغاليه في جمل بالعربي هم ينطقوها على اعتبار ان هي اي يعني في كلمات كده وانت قاعد في التجار في البتاع كده. وحتى الاستاذ احمد عبده ربنا يديه الصحه يعني كان دايما يعني يقول خلي شوف لاحظ الجمله دي بص بيقولوا ايه هي عربي موازي ليها كذا. فانا عاوز اقول لك ايه، طبعا مع وجود العرب المسلمين طبعا في الفتره مع اسبانيا والكلام ده برضو الدنيا حركه التجاره والعلاقات كانت برضو مختلفه. فعاوز اقول انه المدرسة البرتغالية من المدارس المتميزة، وضعت نفسية حتى ما بين الكرة الأوروبية اللي بتجمع ما بين الطابع القوي والطابع الجميل، يعني إيه يقول لك برازيل أوروبا في البرتغال. وعندها ميزة إبراهيم إن هم يعني على فكرة في حالة تجديد مستمر، يعني ما بيتوقفوش، يعني إيه سواء على صعيد هم احترفوا على صعيد المنتخبات هم مميزين. لما تيجي تقيس تميزهم حتى من فنجادة ولا قبل فنجادة وكروش كده تلقى النتائج مميزة في أوروبا في منتخبات الناشئين في بناء من تحت، وده المهم جدا في بناء القاعدة في بناء القاعدة. وإيه الحفاظ على إيه؟ إن الكرة بتتميز بالقوة، اللياقة البدنية، الأداء الجمالي، يعني إيه بيحاول يجمع ما بين الاثنين علشان بيعمل المعادلة دي. عشان كده أنت تشوف إن هم في أوروبا واخدين وضع مختلف عن مدارس كتيره جدا يراها البعض تاريخيه، يعني ايه دايما تلاقيهم هم في حاله عراك مع الاسبان، دايما تلاقيهم مع الفرنسيين، دايما تلاقيهم موجودين مع الالمان، دي المدارس اللي هي ايه المفروض مسيطره على اوروبا. تروح في مدارس ثانيه في اوروبا النواحي الشرقيه ناحيه الصرب والكروات والكلام ده، لا البرتغال مدرسه قويه جدا، مدرسه مهمه جدا. انا شايف انه في اتجاه كامل دلوقتي خلاص، كمان اتحاد الكوره خلاص عندك مدير فني من البرتغال المنتخب الاول المنتخب الاولمبي، بيدور على مدير فني للاتحاد في الغالب بيقولوا حد من اسبانيا كمان. فعاوز اقول لك ايه، ماشي يا عم هنقبل بالمرحله البرتغالية. دي بس اعتقد انه لابد انك انت تحقق منها اكبر المكاسب ليك. يعني ايه من اسباب الحاجات المهمه جدا، انا كنت بطالب بخلال تغطيه الاهلي ان انا كنت بقول مانويل جوزيه ده يا جماعه حاجه مهمه جدا لازم المدربين الاهلي يستفيدوا منها. كنا نادينا انه لازم الراجل ده يقعد مره في الشهر يتكلم مع المدربين يعلمهم شوف هم بيعملوا ايه، لازم يبقى في فتره معيشه. واسالوا طارق العشري، صحيح شوفوا طارق العشري. طيب يعني استاذ سامي، الاستاذ محمود هو بيشير للتجارب المختلفه مع المدربين الاجانب. التجربه دي مختلفه فانه ريكاردو سواريز جاي في نص الموسم او تقريبا في الثلث الاخير الصعب من الموسم بالظبط، يعني جاي على فريق شغال لا هو هيعمل فتره اعداده ولا هو هيجهزه بدنيا، هو هيتعامل مع الامر الواقع. صعوبه ده في ايه من خلال خبراتك؟ لا ده طبعا هي صعبه هي صعبه، خصوصا ان الاهلي خسر الدوري الموسم اللي فات فعليه عبء
شديد جدا على اللعب. خسر لقب افريقيا ولقب افريقيا السنه دي، لقب افريقيا له ظروف خاصه، انما جماهير الاهلي ما بتقبلش خساره الدوري بسهوله. ايوه اللقب ضاع السنه اللي فاتت نتيجه تفريط في نقاط ما لهاش لازمه يعني، ضاع كده في الهواء. فطبعا سواريش جاي في ظروف مشابهه الموسم الماضي. وعليه ان هو يعني انا بقول لاعبين عليها دور اكبر. اللعيبه عليها دور اكبر، لان يعني التفريط في عدد في الفتره الاخيره في عدد من النقاط ما كانش له لازمه ابدا. وعليهم ان هم يعني هنقول ان انا رايي الشخصي ان موسيماني كان كسول شويه مع الفرقه. ده رايي الشخصي يعني. هو اجازات كتيره كانت مقصره، اجازات كتيره وده خلى يعني اللعيبه مش في حاله استنفار. لعيبه الاهلي لازم تبقى في حاله استنفار مستمره. ده في لعيبه كانت بتكسل تجري في الملعب بالظبط. على رايك السوري يعني كرة تضيع عادي جدا. هو يعني مش الحالة البدنية، الحالة البدنية طبعا أصلا مش هنتكلم في الحالة، الحالة البدنية مش أحسن. فبالتالي أنا شايف إن مهم سواريش النهاردة يعني مهمة مش سهلة طبعا، بلا إعداد داخل على فرقة في الثلث الأخير من الموسم، تحديات كبيرة، بيلعب في ثلاث بطولات في نفس الوقت، اثنين كاس. اثنين كاس مع بعض. ودوري طبعا يعني عنده الفرصة موجودة في الدوري. بس طبعا دي مسؤولية أنا بقول مسؤولية اللعيبة قبل المدرب. اللعيبة قبل المدرب. طبعا لو عملنا قياس رأي بين جماهير الأهلي دلوقتي هتلاقي معدل منخفض جدا ناحية اللعيبة. عليهم ان هم يثبتوا ان هم يعني يستحقوا الفانيلة الحمراء اللي هم لابسينها، يستحقوا ثقة الإدارة اللي بيستحقوا كل حاجة، اللي هي وراهم في كل مكان والجماهير معاهم في كل حتة، واللي جابت لهم مدرب يعني مدرسة يعني نتعشى منها كل الخير. فبالتالي يعني أنا بقول اللعيبة عليهم حمل أكبر، والراجل كمان يعني ده تحدي بالنسبه له. انه يلعب تلت موسم ويعرف يجيب دوري او بطولتين ومعاه بطولتين كاس ان شاء الله. ده هيبقى انجاز مش سهل ابدا. مش سهل ويبني عليه. لما هو قادم ان شاء الله. ويشوف الدنيا فيها ايه من ناشئين وعناصر جديده ومين يخرج ومين يقعد، دي مهمه معقده جدا استاذ ابراهيم. وانا متفائل ان المدرسه دي مش مدرسه شاطره قوي، وان شاء الله نفرح مع جماهير باذن الله. استاذ محمود، استاذ سامي هو بيشير لصعوبه المهمه. سامي قمصان بيسلم الفرقه لعبه 6 مباريات في 17 يوم، يعني من 12/6 ل 29/6 اللي هو اخر مباراه، دول اتلعب فيهم 6 مباريات، وكان ضد سموحه اللي ما كانش لعب ولا مباراه في ال 17 يوم. يعني انت الخلل الكبير في تكافؤ الفرص بين الفرق، في فريق يريح راحه مطلقه وفريق يلعب 6 ماتشات في 12 في 17 يوم، يعني كل اقل من 48 ساعه مباراه. الامر ده هيستمر ازاي؟ وفكره ان انت عشان اجلت لي مباريات عشان البطوله الافريقيه لازم اعاقبك، فبتعاقبني لازم اعاقبك. بس الوضع ده مستمر، لانه الاستاذ سامي اشار الى ان الاهلي فقد الدوري السنه اللي فاتت، فقده بسبب هذه الطريقه. ازاي يقدر ياجل لك عدد كبير من الماتشات لظروف افريقيا ثم يصدر لك الضغط والارهاق في فتره مكثفه؟ طب هو ده الكلام قال يا استاذ ابراهيم. عاوزين نرجع للتصريحات اللي ممكن تمر كده، ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، تصريحات المهندس حسين لبيب اللي قالها صراحه بامانه، شوف كانت تصريحات صادمه كانت تستحق انك انت تقف عنها، الناس تقف عندها، كشفت عن اللي حصل. طيب ده كلام مهم جدا يا جماعه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف مع ضيفينا العزيزين الاستاذ محمود صبري والاستاذ سامي فتاح وتفاصيل الوقائع في المؤتمر بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم هذه التغطيه الخاصه لواقعه المؤتمر الصحفي لتقديم مستر ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للاهلي. استاذ محمود، كنت بتتكلم قبل الفاصل على المتاعب اللي داخل عليها ريكاردو سواريش، خاصه الحاله البدنيه للعيبه والارتباك الكبير في جداول البطوله. لا، ما احنا عاوزين نتكلم في حاجه. احنا زي ما قلت لك انه لما اتقال عباره انه اضغطوهم عشان تخسروهم، ايوه دي واقع وواضح ومستمر حتى الان، بدليل انك انت جيت ايه عشان انت مزنوق، رحت حاطط لي ماتش الكاس يوم 2/7 وهطلع من ماتش الكاس اروح اسافر الجونه، يا خلي عندك رحمه. وبعدين انت من يعني يوم ماتش الكاس بتروجيت بكره يوم السبت، وبعد كده هتسافر على الجونه هتلعب يوم 5/7 من يوم 5/7 لغايه يوم 12/7 مفيش حاجه. طب ليه ما حطيتش الماتش بدل 5/7 بدل الثلاثة يبقى الخميس؟ حطيته الخميس يعني، او حطيته الاربع كده ترتاح كده يعني، او حطيته يعني حاجه مزجح، حطه الاربع او الخميس، اديني فرصه يعني، خلي عندك يعني شويه يعني برضو يعني، يعني بص على الفرقه وانت شايف الوضع عامل ايه. هي اللعيبه دي لعيبه مين؟ ما هي لعيبه منتخب مصر برضو في الاول وفي الاساس. صحيح. وانت شفت وضع اللعيبه عامله ايه؟ يعني مصلحه مين الكلام ده بيتم وماشي؟ الاهلي ملتزم ما بيتكلمش. عشان الاهلي ما بيلتزم وما بيتكلمش بيدفع ضريبه اللي انتوا شايفينه ونحن شايفينه حنام في الفترة اللي فاتت. للأسف. راجل جاي في ظروف استثنائية، وعاوز أفكر الناس يا جماعة، ده مش الكلام ده مش جديد على النادي الأهلي. مانويل جوزيه جه قبل كده وكان الأهلي متأخر عن نادي الزمالك بفارق 8 نقاط في مسابقة الدوري. وبروح اللاعبين، أنا بؤكد أهو، روح اللاعبين وإصرارهم وإحساسهم بالجماهير وقتها، لو نفتكر الموسم ده كويس قدر الاهلي ياخد درع الدوري ويسترده في موسم استثنائي انهاه بفارق اعتقد 4 نقاط او 6 على ما يبدو. ماتش يعني كانت الظروف ايه، الفرقه كانت التراجع في النتائج، ثم جاء مانويل يعني عمل نقله الدفعه المعنويه. اللاعبين نفسهم لهم دور، يعني المدير الفني هيأدي ما عليه، لكن انت تنفيذك وتركيزك واحساسك باللي انت شايفه وروحك في الملعب هي الفيصل في المساله دي كلها، مش اي حد. واعتقد ان لعيبه الاهلي بامانه شديده من اول الشناوي لغايه اصغر لاعب محتاجين وقفه، وقفه مع نفسهم، لانه مش ده الاهلي يا جماعه، مش دي الروح، مش ده الفريق اللي فاز بدوري ابطال افريقيا والسوبر وتالت العالم. في حاجه، في مشكله، يا اما في تهاون، يا اما في خسران الدوري الموسم يا اما بقى يعني الناس برضو حتى لو شعرت بنفسها كده الاداء في الملعب والروح بتبقى مختلفه. قول عمر الاهلي بامانه شديده في ميزه فقد الاهلي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، ميزه الروح القتاليه. دايما الاهلي عنده لعيبه ما بيعرفش يخسر الكوره، دايما صعب جدا يعرف لما بيخسرها بيستردها في وقت اتاثر بالحاله البدنيه. طبعا ما انا بقول لك يعني في حاجه غريبه جدا ملاحظه انه فجاه كده النهارده اصبحت الشراسه مش موجوده في الامور، بقت اصبحت هشه. يا ابراهيم برضو ايه، بص الدنيا مش زي الاول يعني، يعني تلقى لاعب او اتنين الغالبيه كانه بيأدي دور. لا اعتقد يعني انا اتمنى التوفيق لريكاردو سواريز، انا اقول سواريز وانت تقول اللي انت عايزه. هو قال سواريش يعني حتى فاروق صلاح بيقول كلهم يمشي، احنا فايزا ميتشي من سنه 90 والناس بتنطق اسمه غلط، جوزيه مشي من قد ايه والناس بتقول لك خد ايه. هو قال انه ريكاردو سواريش، هو قال لي احنا الشين تقيله خوزيه عايز اقول لك ان يعني ايه يعني يعني ان شاء الله يكون التوفيق. التوفيق يا جماعه ده رقم واحد ومليار، وبعد التوفيق زي ما انت عايز. شفنا في ماتش سموحه التوفيق لما تخلى كان الوضع عامل ازاي، كان ممكن الماتش ينتهي بنتيجه غير النتيجه اللي احنا شفناها لو كانت كوره تلقائيه ممكن جات تخسر كتير، بس تكسب كتير تكسب أو كتير يعني، كان ممكن يجي فيك يعني اهداف وتجيب انت اهداف، مباراه غريبه ومباراه تصرف ده برضو الحاجات دي بتدي دروس، بتدي دروس انك انت لازم تكون اشرس من على الكوره في الفرص اللي بتجيها. الاهلي بيضيع كميه فرص في اول نص ساعه في المباراه غريبه جدا، يعني فيها نوع، انا بشعر بنوع من الاستهتار، فيها نوع انه خلاص الكوره ما جاتش هنجيب التاني، لا مش هتيجي. بدليل انك انت لما بتخشش في المباراه وبتخلصها بتدفع فاتوره في الاخر زي ما انت شفت. والدوري السنه اللي فاتت يا جماعه بامانه شديده، واحتاج احب اقول كلمه، انه لعيبه الاهلي تسببت في انها صنعت نجوميه فرق اخرى. هو طيب وصل اهو مستر ريكاردو سواريش، بيستقبله كابتن حسام غالي، بيستقبله كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي على المنصه، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، والقاعه واضح ان هي اكتملت بكل الزملاء الصحفيين حضور المؤتمر. و
الكل بدا ياخد اماكنه، وده الجهاز المعاون الحقيقه، جهاز متنوع في خبراته الكابتن سامي قمصان، جهاز متنوع في خبراته في كل تفاصيل العمل، والكابتن امير توفيق مدير التعاقدات. دي قاعه فكري اباظه بالنادي، كابتن سيد وكابتن حسام غالي ومستر ريكاردو والزميل جمال جبر مدير إدارة الإعلام في النادي بيقدم المؤتمر، كابتن سمير عدل طبعا شيخ الإداريين في الصف الأول. نطلع سويا إلى قاعة فكري باشا أباظة بالنادي الأهلي لتقديم وقائع المؤتمر الصحفي لريكاردو سواريش. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بحضراتكم جميعا في النادي الأهلي، وكل الشكر والتحية للسادة الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي حرصوا النهاردة يشاركونا فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المنعقد بمشيئة الله اليوم الجمعة 31/6/2022 للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي. قبل ما نروح لتفاصيل مؤتمرنا النهاردة، عايزين نوجه الشكر للجهاز الفني السابق، أدى مهمته وأدى دوره على الوجه الأكمل. عايزين نشكر الكابتن سامي قمصان ومساعديه، تحمل المسؤولية في مرحلة انتقالية. والحقيقة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكورة، قبل ما يلتقي الجهاز الفني الجديد امبارح علشان يتسلم المهمة، كان حريص كل الحرص ان يوجه الشكر والتحية لكل من تحمل المسؤولية على مدار الفترة الماضية، وخاص بالتحية السيد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى اللي تم تكليفه بالإشراف على تدريب حراس المرمى في قطاع الناشئين، الكابتن محمد شرف والكابتن عمر رشدي بعد انتهاء مهمتهم مع الفريق الأول ورجوعهم للعمل الأساسي في قطاع الناشئين، أيضا الدكتور عمرو محب اللي كان قائم بأعمال الترجمة في الجهاز الفني السابق، عاد مسؤولا عن إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات. كل الشكر والتحية لكل من ساهم في رفعة النادي الأهلي ذات يوم. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل وكواليس مؤتمرنا النهاردة، وخلونا في البداية نستمع إلى الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يحكي ويكشف كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السيد ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون. كابتن حسام غالي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم تاني في النادي الأهلي في مؤتمر تقديم المدرب الجديد ريكاردو سواريش والجهاز الفني والمعاون بتاعه. في البداية بعد ما كابتن الخطيب ولجنة التخطيط قررت التعاقد مع جهاز فني جديد، كابتن الخطيب كلف لجنة ثلاثية للبحث عن مدرب مكونة من أنا عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التخطيط والأستاذ عمرو شاهين وأمير توفيق. جالنا أكتر من سي في، يعني جالنا سيفيهات كتيرة جدا، بدأنا نتكلم مع مدربين كتير، عملنا أكتر من زوم كول مع مدربين مختلفين يعني من جنسيات مختلفة لغاية ما استقرينا على أربع مدربين، يعني كان ريكاردو طبعا من ضمنهم. وحطينا قبل الكلام ده كله حطينا معايير اختيار المدير الفني للنادي الأهلي،
وكل المعايير دي انطبقت طبعا على ريكاردو سواريز. بدأنا نتكلم معاه أمير في التوفيق في الأول، اتكلم معاه زوم ميتنج، والراجل أبدى رغبة في التعاقد مع نادي الأهلي. بعد كده عملنا كمان زوم ميتنج أنا وأمير وأمير وريكاردو، وآخر مقابلة كانت مع كابتن الخطيب ومستر ياسين منصور آخر زوم ميتنج، واستقرينا خلاص على ريكاردو سواريز والجهاز الفني بتاعه يبقى هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. بصراحة الراجل ما تعبناش في الأمور المادية أو التفاوض خالص، كان مرحب جدا وعنده رغبة جديدة أنه يتولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي، وعارف يعني إيه نادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وحجم جمهور النادي الأهلي في المنطقة كلها. كان مرن جدا في التعاقد، وجي وفعلا تم التعاقد وجي مصر من يومين، قابل برضو مستر ياسين منصور كابتن الخطيب ويسر مستر ياسين منصور. احنا طبعا كلنا ثقة فيه وداعمين ليه بشكل كبير كمجلس إدارة في ظهره، وأتمنى طبعا جمهور النادي الأهلي يبقى داعم قوي ليه في الفترة اللي جاية. الراجل عارف حجم المسؤولية اللي هو فيها، وعنده طموح كبير انه يحقق نتائج كويسه جدا مع النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق هو والجهاز الفني المعاون، ويحس ان هو في بلده تاني، يعني كلنا ان شاء الله معاونين ومساعدين ليه، واسيبه هو يقدم بقى الجهاز الفني بتاعه الجديد، وكل واحد وظيفته او مهمته ايه مع الفريق. وبرحب بيه وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في المرحله الجايه. شكرا كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. بالتأكيد كابتن حسام فرس الرهان هو جمهور النادي الأهلي في المرحلة القادمة زي ما كان في المرحلة السابقة والمرحلة الحالية. جمهور الأهلي الداعم والسند الحقيقي للنادي في كل المواقف، إن شاء الله هيكون داعم للجهاز الفني ومستر ريكاردو سواريز في المرحلة اللي جاية علشان نحقق كل طموحات وأمال النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره. السيد ريكاردو سواريز يتفضل يقدم لنا نفسه وتشكيل الجهاز المعاون له والاختصاص الخاص بكل مسؤول في الجهاز المعاون. Boa tarde a todos. Antes de mais agradecer a vossa presença. مساء الخير جميعا. قبل اي شيء بشكر حضوركم المؤتمر الصحفي. É com muito gosto que estou no vosso país para representar o melhor clube da África. سعيد جدا انا في بلدكم من اجل ان امثل اكبر نادي في افريقيا. E um dos melhores do mundo. واكبر يعتبر من اكبر الانديه في العالم. Vou apresentar a minha equipa técnica. هقدم الجهاز الفني. Vou começar por o Maurício Vaz. هبدا بالمساعد ماوريسيو فاش. Vou dar uma pequena explicação do que cada deles faz. هشرح جزء بسيط عن وظيفة كل واحد وعن عمل كل واحد. Maurício é responsável por questões de organização e da parte física também dos atletas. مسؤول عن مسألة تنظيم العمل وعن الجزء البدني بالنسبة للاعبين. Raul Faria. في راؤول. أناليستا دو نوسو جوغار. محلل أداء لفريق النادي الأهلي. Responsável pelo melhoramento do talento individual dos atletas. مسؤول عن تحسين المهارات الفردية للاعبين. Pedro Guimarães. في بيدرو. فيزيولوجيستا. يعتبر فيسيولوجي. Responsável pela monitorização dos dados GPS e outras tecnologias. مسؤول عن متابعة البيانات والإحصائيات الخاصة بالجي بي إس عن طريق الأجهزة الحديثة responsável também por prevenção de lesões.
مسؤول برضو عن تمارين الوقاية من الإصابات. باول لوبو. بعدها في باول لوبو. Treinador dos guarda-redes. مدرب الحراس. Responsável por toda a metodologia dos guarda-redes. مسؤول عن كل جزء الحراسة المرمى. E responsável também por potenciar ao máximo a capacidade individual dos mesmos guarda-redes. ومسؤول كذلك عن رفع الكفاءة الفنية لكل حارس على حدة على شكل فردي. Luís Pedro. Analista do adversário. يعتبر أن لويس بيدرو هو محلل أداء للخصم. Ao nível nomeadamente das filmagens dos vídeos para que nós possamos ter conhecimento profundo sobre os nossos adversários. مسؤول عن مقاطع الفيديو وعن المقاطع اللي هي بتصور بشكل جيد إيه هي الفريق الخصم اللي إحنا هنلعبه. سام. بعد كده في سامي. Antes de mais, agradecer ao Sam pelo grande contributo que tem feito pela equipa. بنشكر قبل أي شيء الكابتن سامي على كل المجهود اللي عمله للفريق. Pelo excelente trabalho que fez neste período em que tomou conta da equipa. إنه هو في الوقت ده قدر إن هو يقدر يمسك الفريق. Tem sido importante na nossa mais rápida integração. طبعا مهم جدا بالنسبة لنا عشان يخلينا نقدر نمسك زمام الأمور بشكل قوي. E certamente será muito importante na nossa equipa técnica. Vai com líder que vir, inshallah, muito importante para o nosso trabalho. Não só para a nossa adaptação ser mais rápida. مش حتى بس هي مسألة توافق بس إن إحنا نتوافق مع النادي أو نتوافق مع الظروف لا. Mas também pelos conhecimentos técnicos, estáticos, físicos e psicológicos. ولكن برضو عن طريق الخبرة اللي عنده من الأفكار الفنية والأفكار البدنية والمعلومات اللي هو حاصل منها عن الفريق. Este é o meu staff, a minha equipa técnica. هي دي تعتبر يعني الجهاز الفني للمدرب الجديد. الحقيقه هو اتكلم عن جهاز المعاون بس لسه ما اتكلمناش عن انطباعه وتوليه مسؤوليه النادي الاهلي. وسيجا فالو ده كويس او تكنيكا مازلون فالو دي سو امبرساو دي فيراتي انترينار دي انترينار واحد. Sei da responsabilidade que é treinar o Ali. أعلم جيدا يعني ما هي مقدار المسؤولية إن أنا أدرب فريق زي الأهلي. Mas prefiro começar por agradecer a confiança que a direção teve em mim e na minha equipa técnica. وأشكر قبل أي شيء الثقة اللي أعطتها الإدارة فيا وفي الجهاز الفني. E vamos, eu juntamente com a minha equipa técnica, retribuir com muita disciplina, muito rigor, muita determinação, muita ambição e compromisso. وسوف نظل أنا والجهاز الفني دائما ندعم النادي الأهلي بطموح عالي، بالتزام عالي، بوضع كل شيء نقدر إن احنا نقدمه للنادي الأهلي. Estou muito feliz por estar cá para representar o melhor clube da África. سعيد جدا بوجودي هنا واني امثل اكبر نادي في افريقيا. A partir de agora vamos iniciar uma nova era. من اول دلوقتي ان شاء الله هنبدا تاريخ جديد او حقبه جديده في تاريخ النادي. E estou certo que todos juntos seremos muito fortes e vamos acrescentar mais títulos a grande clube, a clube que por si só já é dos melhores do mundo. أعلم جيدا إن إحنا إن شاء الله جميعا مع بعض نقدر إن إحنا نحقق حاجات كبيرة جدا بالنسبة للنادي. نادي already يعني حقق أشياء كبيرة ويعتبر من أكبر أندية العالم دلوقتي ولكن إحنا جميعا نقدر نحقق مع بعض حاجات أكتر. Sei que além de grande clube que vou representar, também vamos representar uma massa adepta absolutamente incrível. عارف كذلك ان انا غير اني علاوه انا بمثل النادي الاهلي ولكن برضه بمثل طبقه جماهيريه عريضه للنادي الاهلي. Tenho uma paixão enorme por o clube. كلهم بيدعموا النادي وبيعشقوا اسم النادي الاهلي. Apoio incansavelmente a equipe e os jogadores. وبيدعموا على طول الفريق والنادي. Contamos com o vosso apoio.
نعتمد على دعمكم. Ninguém vai estar acima do Ali. لا أحد فوق الأهلي، الأهلي فوق الجميع. A partir de hoje, os meus jogadores vão deixar a pele em campo para vencer. من أول اليوم أقدر أقول إن لاعبين النادي الأهلي سوف يضعون كل شيء، يعني حتى روحه أو جسمه في الملعب من أجل الفوز. E queremos também ter qualidade de jogo, criar uma identidade muito própria para o Ali. وكذلك نسعى برضو إن إحنا يبقى في كفاءة فنية عالية في المباراة، من يبقى في شخصية مميزة لفريق النادي الأهلي في اللعب. É um grande desafio para nós. يعتبر تحدي كبير جدا بالنسبة لنا. بالأمس الكابتن محمود الخطيب كان حريص أن يلتقي الجهاز الفني بالكامل في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط المتمثلة في الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، وكان في ترتيب لكافة الأمور في المرحلة القادمة. أكيد كواليس هذه الجلسة واللقاء الأول بين أعضاء الجهاز الفني بالكامل عند الكابتن سيد عبد الحفيظ. تفضل الكابتن سيد. على طول. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. بشكر طبعا تواجدكم هنا وحضوركم المؤتمر الصحفي لمستر ريكاردو والجهاز المعاون كابتن حسام غالي. يمكن اللي أشار إليه الأستاذ جمال هي صفحة جديدة، كان كابتن خطيب ولجنة التخطيط كانت حريصة إن احنا نتواصل، ما حدش في النادي الأهلي بيبدأ من الصفر، كل بيجي يكمل على اللي قبله. بأكد على الشكر والتقدير للجهاز الفني السابق بقيادة بيتسو موسوماني، عمل شغل كويس جدا في فترة كانت قليلة برضو مش كبيرة، لكن قدر إن هو يحقق فيها بطولات. بشكر ميشيل وعمرو وشرف وعمر، كلهم قدوا ما عليهم. فيما يخص الاجتماع بتاع امبارح، اعتقد ان هو اجتماع يعني بتاكد بس على سياساته، وتاكد على بنود بتتوارثها الاجيال ومن مرحله لمرحله. كل اللي اتقال امبارح هي صفحه جديده في تاريخ النادي الاهلي بنظامه ومبادئه واسسه، ان شاء الرحمن باذن الله ننجح فيها. اساس اي نجاح في الدنيا كله هو انضباط والتزام، توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيجي بعد كده. يعني كل اللي اتاكد امبارح في القعده بتاعت لجنه التخطيط وكابتن الخطيب والجهاز الفني بقياده ريكاردو كانت كلها عباره عن ان احنا بنحط نظم وبنحط اسس وبنحط لوائح، لكن كل واحد بيبقى له الدور بتاعه. انت هيبقى ليك كل الاختصاصات وكل الامور وكل الاراء اللي تخدم الفرقه، واي حاجه ممكن نساعد فيها فاحنا بنساعد معاك. يعني بتمنى له النجاح، وانا عارف ان شاء الله الرحمن باذن الله كان طبع اول ان هو هينجح ان شاء الله. كل الفريق اللي معاه ده احنا بيت واحد وعمل واحد، ان شاء الله الرحمن باذن الله نحقق هدفنا اللي بيتمثل في سعاده وفرحه جماهير النادي الاهلي كلها. يعني بس شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ. احنا هنحاول نرد على معظم الاسئله اللي جاتنا من حضراتكم، ولو في اي حد عنده اي تساؤل اخر ممكن يبعته لنا. في السؤال الأول موجه للكابتن حسام غالي، بس واحد من الزملاء عايز يعرف مدة التعاقد الخاصة بالجهاز الفني الجديد، وهل هو هيتولى المسؤولية ابتداء من مباراة بكرة مع بتروجيت في الكاس ولا في المباراة اللي بعدها؟ هي مدة التعاقد مع ريكاردو سواريز والجهاز الفني كسنتين وتكملة الموسم ده، يعني تقريبا سنتين ونص، وان شاء الله يتولى مسؤوليه ماتش سموحه بكره ان شاء الله، واتمنى له التوفيق. سوري بيتروجيت، اتمنى له التوفيق واتمنى للنادي الاهلي كله التوفيق ان شاء الله. السؤال للسيد ريكاردو سواريز، احد الزملاء بيسال حضرتك عن انطباعك الاولي لما دخلت من بوابه النادي الاهلي والتقيت اعضاء النادي، انت شعرت بيه؟ Eu antes de vir representar o Ali, tive o cuidado de me informar com pessoas que conhecem muito bem o Ali. Eu próprio também já conhecia o Ali. O Ali é conhecido no mundo inteiro. O Nadi Al-Ahli, طبعاً نادي معروف على المستوى العالم، والمدرب بيقول قبل ما أوصل هنا عشان أمسك النادي الأهلي أكيد سعيت إن أنا يبقى في معلومات عندي. وأحاول أسأل برضو من الناس اللي هم يعرفوا النادي الأهلي واشتغلوا مع النادي الأهلي.
É verdade que não tive assim tanto tempo. صحيح ان الوقت ما كانش كبير جدا بالنسبه للمدرب. Mas nesse tempo que tive a preocupação de perceber a cultura egípcia. كان يمكن قلقي الوحيد هو ان انا اتفهم ما هي الثقافه المصريه. Também quis saber ao pormenor a grandeza do Ali ao nível dos títulos. حاولت برضو اعرف ايه هي الحاجات البسيطه جدا عن النادي الاهلي وخاصه فيما البطولات ما يخص البطولات ويخص كل الالقاب اللي حصلها النادي قبل كده من قبل. E depois liguei a uma lenda do clube que já passou por cá e teve muito sucesso, que é meu amigo, é português, e ele detalhou-me muitas coisas sobre o clube. واتصلت على اسطوره برتغاليه عملت هنا في النادي الاهلي واعطاني معلومات جيده جدا عن النادي. مانويل جوزيه. المدرب مانويل جوزيه. Uma referência para mim. يعتبر كانت إشارة جيدة جدا بالنسبة للمدرب. Era treinador que me influenciava positivamente naquilo que eu queria e pretendia para a minha carreira. المدرب مانويل جوزيه أعطى أفكار ومعلومات تعتبر كلها إيجابية للأشياء اللي بيطمح ليها المدرب وبيحاول إن هو يحققها في مستقبله الكروي. Foi muito feliz cá e deu-me as melhores referências do clube. كنت طبعا مبسوط جدا من ان هو مانويل جوزيه كان مبسوط جدا من ان المدرب يجي يمسك النادي الاهلي واعطى معلومات جيده جدا عن النادي. As impressões são as melhores, dá para perceber que é clube muito grande, uma dimensão tremenda. طبعا الانطباعات للمدرب بيقول انطباعات كبيره جدا بتديني فكره قد ايه حجم النادي الاهلي وقد ايه عظمه النادي. Sabemos que é uma grande responsabilidade para nós representar clube tão grande. طبعا يعلم جيدا ان هي هتبقى مسؤوليه كبيره جدا عليه ازاي هيمثل نادي بالحجم ده ونادي طموحاته كبيره. Mas estamos convictos que vamos acrescentar ainda mais títulos a um clube que por si já tem muitos títulos. وهدفنا ان شاء الله ان احنا نزود القاب لنادي النادي الاهلي اللي هو حصد اوريدي القاب كثيره ولكن هدفنا ان احنا نحصد القاب زياده. Sabemos que é grande desafio para nós. مع العلم طبعا ان ده هيكون تحدي كبير جدا بالنسبه للمدرب. Mas também queremos jogar bem, queremos vencer, mas com futebol de qualidade. اكيد طبعا ان احنا عايزين نلعب كره قدم جيده، اهم شيء ان احنا نفوز ولكن مع كره قدم جيده. Como devem compreender. طبعا زي ما كل الناس بتتفهم. Eu fiz o meu trabalho de casa juntamente com a minha equipa. أنا اشتغلت مع الجهاز الفني في البرتغال في بلدي. Já tenho conhecimento daquilo que é a globalidade da equipa em termos de equipa no jogo. وعارف برضو يعني ايه هي مسؤولية أو شكل النادي أثناء المباراة. Mas só vou ter toda a informação depois de estar cá dentro e depois de estar com eles. ولكن هتكون المعلومات بالنسبة لي أكتر بكتير من بعد ما وصلت النادي وتعاملت مع الناس وابتديت أكون معاهم. Mas sei qual é o caminho que devemos seguir. ولكن أعلم جيدا إيه هو الطريق اللي إحنا المفروض نمشي فيه. E esse caminho tem que ser vitórias. الطريق لازم يكون كله futebol de grande qualidade. الفوز مع كرة قدم على مستوى عالي. Se somos o melhor clube da África. لو إحنا أفضل نادي في أفريقيا. Temos que ser melhores. لازم نكون إحنا دايما الأفضل. Queremos uma grande família cá. محتاجين ان هي تكون اسره كبيره هنا. Porque sabemos da importância que é ter uma grande família para conquistar títulos e fazermos coisas importantes no clube. لاننا نعلم جيدا هي اهميه ان احنا نكون اسره كبيره عشان نقدر نشتغل ونحقق القاب مهمه واشياء مهمه بالنسبه للنادي. سؤال ايضا للسيد ريكاردو سواريش. في احد الزملاء بيسال ابرز النقاط اللي اتكلم معاك فيها كابتن محمود الخطيب في رئيس النادي في اجتماع الامس. O presidente tivemos uma conversa de boas-vindas e deu-me a conhecer o projeto que ele tinha, foi uma das coisas que me fez vir para cá. طبعا السيادة الرئيس امس
امبارح مع المدرب كان اول حاجه بيرحب بيه وكان بيعرفه ايه هي الاستراتيجيه بتاعه النادي وايه هي الهدف بتاع النادي والمشروع بتاعه من حضور المدرب هنا. Elucidou-me sobre alguns pontos importantes para termos sucesso. واكد على بعض النقاط المهمه اللي هي هتساعد في النجاح ان شاء الله. Estamos aqui para servir o Ali. كلنا موجودين هنا عشان نخدم النادي الاهلي. سؤال اخر ايضا في احد الزملاء بيسال انت كنت حريص تستعين باحد المسؤولين مسؤول فيسيولوجي في الطاقم الجهاز المعاون عايزين نعرف توضيح لدوره بالظبط مع الفريق. او فيزيولوجيستا او بيدرو بيدرو غيمارايش المسؤول الفيسيولوجي اللي هو بيدرو غيمارايش مايز ديتالياديمنت ابو اشبليكار اشرح بشكل اكثر تفصيلا. Responsável pela monitorização dos dados GPS e outros e outra tecnologia. مسؤول اول حاجه عن تحليل بيانات الجي بي اس واي حاجه من التكنولوجيا الجديده اللي بنستخدمها في كره القدم. Quantos quilómetros correu? عدد الكيلومترات اللي بيجريها اللاعب. Se a intensidade foi ajustada. لو حتى الشده في الجري كانت هي الشده المطلوبه للمباراه ولا لا. Se o jogador está no caminho certo para irmos buscar toda a sua potencialidade ou se podemos fazer trabalhos complementares e ele é especialista em treino individual de fortalecimento de determinadas componentes musculares. ومسألة ان اللاعب لو هو ماشي في الطريق الصحيح من اجل ان احنا نقدر ناخد منه اكثر اداء صحيح ولا اللاعب بيحتاج الى بعض التمارين الإضافية من اجل تقوية بعض العضلات او بعض الكتله العضليه عند اللاعب من اجل ان احنا ناخذ من اللاعب او نقدر يكون الاداء اكثر. No fundo para potenciar fisicamente o jogador. اساسا ان احنا نقوي اللاعب بدنيا. Individualmente para que ele possa ser cada vez melhor. كذلك بشكل فردي على اساس ان اللاعب بشكل فردي يبقى كل مره افضل. Além de trabalhar e ser treinador adjunto no campo. كذلك دوره موجود في الملعب كمدرب مساعد. Estas são as tarefas mais importantes que ele tem na equipa técnica. ويعتبر هي دي اهم حاجه احنا بنركز عليها بالنسبه له في الجهاز الفني. Logicamente que tudo isto vai dar a um propósito. بس اكيد طبعا كل ده هيبقى ليه في الاخر سبب. Que o jogador seja cada vez melhor individualmente. ان اللاعب يكون كل مرة أفضل على المستوى الفردي. Para que tenha o menos lesões possíveis. والسبب من كده برضه أو الهدف من كده إن يكون الإصابات تكون بشكل أقل. Pois sabemos a importância que é ter os jogadores todos aptos para jogar. وطبعا عارفين أهمية إن يكون اللاعبين جاهزين كلهم من أجل المباراة. Porque as equipas só são melhores com jogadores melhores. لأن الفريق بيبقى شكله أفضل وقت ما بيكون اللاعبين أفضل. السؤال اللي بعده في أحد الزملاء بيسأل النادي الأهلي بيخوض سلسلة من المباريات المضغوطة إلى نهاية الموسم، إزاي هيتعامل مع هذه الحالة خاصة إن في مواسم متلاحمة بقى لنا يمكن ثلاث مواسم على التوالي؟ Esta é uma pergunta interessante. Daí eu também aí isso é muito importante. Eu comecei por dizer que nós queremos vencer, mas não queremos vencer a qualquer custo. Queremos jogar bem. Mudar, obviamente, diz que nós, o nosso objetivo principal é que nós estamos aqui para ganhar, mas, ainda assim, com a vitória, nós temos que jogar bem. Já expliquei à direção do clube. Eu expliquei à direção do clube que para termos uma identidade Ali, عشان يبقى في شخصية مميزة لفريق النادي para termos um futebol de qualidade, ويكون كرة قدم على مستوى عالي من فريق الأهلي, há um conjunto de valores, في حاجات كتيرة جدا وقيم كتيرة جدا, que têm que estar enraizados na equipa. في حاجات كتيرة جدا لازم احنا نحاول نضيفها ونأكدها مع الفريق. Para podermos jogar um futebol de grande qualidade, عشان نقدر احنا نلعب كرة قدم على مستوى عالي, precisamos de treino, metodologia de treino. محتاجين ان احنا يبقى في افكار بنوصلها للاعبين من التمارين. Porque o processo, لان العمليه, o processo de nós jogar bem,
ان احنا عشان نلعب كويس ريكير ترينو ترينو كونستانت ريبيتيسيون لازم يبقى في تمرين مستقر وعلى طول التمرين بيحصل فيه اعادات للحاجات اللي بيحاول يحطها المدرب ويضيفها مع اللاعبين ما نقدرش نعمل نوالي تمش بنسير بس احنا اول حاجه موجودين في النادي الاهلي ولازم نفوز ادي منسون دوالي وبريغنوز افنسير حجم النادي الاهلي يرغمنا او يفرض علينا ان احنا لازم نفوز ونوس كومبروميس تينك سيكو فيتوريا الوعد بتاعنا او الالتزام بتاعنا الاساسي ان احنا اول حاجه نفوز ان ان فوتورو iremos jogar muito melhor do que vamos iniciar واكيد مستقبلا هنلعب بشكل افضل جدا من البدايه اللي هنبدا بيها وبروسيس ناتورال العمليه الطبيعيه سرعه بروجريسيفو هيكون طبعا في ان احنا عمليه تطور باسو باسو بس خطوه خطوه porque queremos uma identidade que se prolongue no tempo para conquistar vitórias atrás de vitórias e não uma vitória esporádica. نحتاج ان احنا طبعا يبقى في شخصيه مميزه للفريق من اجل ان هو يبقى داخل كل المباريات من اجل الفوز ما يبقاش هي الفوز مره وخلاص. Se tivéssemos mais tempo de treino لو طبعا في اوقات اكتر من التمارين a evolução da equipa seria certamente mais rápida. اكيد التطور ده كان هيكون بشكل اسرع بكتير. Portanto, a nossa função é vencer e cada vez mais jogarmos melhor. ولكن الوظيفة بتاعتنا ان احنا اول حاجة نفوز وبعد كده مع الفوز كل مرة نلعب او نقدم بشكل افضل. Queremos vencer, mas também temos também queremos qualidade no trabalho. اكيد ان احنا عايزين نفوز بس عايزين برضو ان احنا الشغل بتاعنا او الكرة بتاعتنا تبقى كرة فيها كفاءة فنية عالية جدا. السؤال اللي بعد كده في احد الزملاء بيسال هل هو تابع بعض مباريات الاهلي في الفتره اللي فاتت وايه انطباعه عن فريق الاهلي اذا كان شاف بعض المباريات a partir do momento que eu fui abordado pelo Ali a partir do momento que começamos a conversar com o Ali من اول اللحظه المدرب بيقول ابتدينا نتكلم فيها مع النادي الاهلي e que eu poderia ser um dos escolhidos para representar um clube tão grande واني ممكن اكون انا احد الاختيارات اني امثل نادي كبير بهذا الحجم que é o objetivo de todos os treinadores representar o Ali وهدف لكل المدربين انهم يمثلوا النادي الاهلي eu tive o cuidado de analisar o Ali juntamente com a minha equipa técnica muito antes de saber que poderia ser escolhido. بدأت أنا والجهاز الفني إن إحنا نحلل مباريات النادي الأهلي ونطلع على فريق النادي الأهلي حتى بدون إن إحنا نعرف سواء هيختارونا للفريق أو لا. Analisamos quatro jogos, que foi o tempo a partir do momento que eu fui convidado. قدرنا إن إحنا نحلل أربع مباريات من الوقت اللي أنا استلمت فيه الدعوة إن أنا ممكن أجي أدرب فيها النادي الأهلي. Convidado para o Zoom, ok? كانت حتى الدعوة من خلال الزوم. Ok. Não sabia se eu vinha para cá. ما كنتش عارف إن أنا هقدر هوصل هنا ولا لا. Mas já estávamos a querer conhecimento forte sobre a equipa do Ali. بس كنت خلاص عايز اعرف معلومات كتيره جدا ومعلومات قويه عن النادي الاهلي. Que é que eu vos posso dizer do Ali? O Ali é uma equipa boa tecnicamente, bons jogadores. اللي اقدر اقوله عن فريق الاهلي ان فريق الاهلي فيه لاعبين جيدين جدا فنيا قوي جدا. Nesta análise deu para perceber que há uma semelhança grande entre o jogador egípcio e o jogador português. وقدرت كان واضح بالنسبة لي أفهم إن في تشابه كبير ما بين اللاعب المصري واللاعب البرتغالي. Jogadores tecnicamente bastante evoluídos. اللاعبين على المستوى الفني متطورين جدا. Jogadores inteligentes. لاعبين على مستوى ذكاء. Pensam bem o jogo, entendem bem o jogo. بيفهم جدا إيه هي مجريات المباراة وبيقدر يفكر كويس أثناء المباراة. Pareceu-me que precisamos de melhorar الدسيبلينا كان واضح طبعا او حسيت ان احنا محتاجين ان احنا نزود شويه الالتزام prolongar essa disciplina pelo jogo
ونحاول برضو ان احنا نطول من الالتزام ده من المباريات. Bem organizados, boa qualidade de jogo, 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos. وان احنا نكون منظمين على قد ما نقدر اثناء المباراه مع لعب كويس سواء مثلا من 20 30 40 50 حسب الدقائق اللي احنا بنقدر نزودها. Mas à medida que o jogo decorria, quanto mais avançava, senti que a equipa perdia alguma concentração e algum foco. ولكن حسيت ان الفريق مع مجريات المباراه ومع مرور الوقت بيحصل في مع مجريات المباراه بيبتدي يقل التركيز شويه ويقل الالتزام. Mas no essencial é uma equipa com qualidade e isso é importante. ودي تعتبر حاجه عاديه في فريق فيه كفاءات فنيه. Foi uma das razões de nós virmos para cá. Foi. كان سبب من الاسباب اللي انا جيت بسببها هنا. Foi eu sentir, juntamente com a minha equipa técnica, que tínhamos jogadores com capacidade para poder desenvolver um bom trabalho. حسيت انا والجهاز الفني اللي عندي ان في لاعبين على مستوى فني كويس جدا يقدر يطور بيها العمل ده. Porque em relação às condições que o clube oferece aos treinadores, os melhores. لأن الحمد لله الظروف أو الأجواء اللي بيقدر يوفرها النادي بالنسبة للمدرب تكون هي أفضل حاجة. سؤال برضو آخر من أحد الزملاء بيسأل: جمهور الأهلي عادة ما بيقبلش غير الفوز، هل ده ممكن يمثل نوع من أنواع الضغط عليه في المرحلة اللي جاية؟ Treinador que não conseguir jogar sob pressão não pode ser treinador. O مدرب اللي ما بيقدرش يلعب مع وجود الضغط ما ينفعش يكون مدرب. Só existe pressão porque isto é o Ali, é o melhor clube da África. اكيد احنا عارفين ان في ضغط دائم لان ده النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. Uma pressão natural de uma equipa que quer ganhar todos os jogos. ضغط طبيعي جدا لفريق بيسعى للفوز في كل المباريات. Nós estamos cá para fazer tudo para ganhar todos os jogos. احنا موجودين هنا عشان نعمل كل شيء من اجل ان احنا نفوز كل المباريات. A pressão logicamente tem que ser para mim e eu estou preparado para ela. الضغط اكيد هيكون متوجه عليا وانا جاهز للضغط ده. Faz parte do meu trabalho. جزء من جانب العمل عندي. E vocês têm o vosso. واكيد برضو في الجزء بتاعكم. Importante é que nós viemos cá para vencer. المهم ان احنا جينا هنا من اجل الفوز. Nós não viemos brincar. ما جيناش هنا عشان نهزر. Nós viemos cá para vencer. جايين هنا عشان نفوز. Nós só pensamos em vencer. بنفكر بس في الفوز. سؤال من احد الزملاء بيسال: طموح حضرتك مع النادي الاهلي واهم التحديات اللي جايه من وجهه نظرك؟ O que é que nos pode prejudicar? Não, a sua impressão. Qual é a alguma coisa que você acha que é um desafio? Sim. O maior desafio que nós temos cá. O maior desafio para mim, يعتبر ان انا موجود هنا. É que nós temos a ambição de jogar em todos os jogos melhor que os nossos adversários. طموحنا ان احنا نلعب في كل المباريات افضل من الخصم اللي بيلعب امامنا في المباراه. Mas como vamos jogar 3 em 3 dias. ولكن احنا عشان هنلعب من 3 ايام ل3 ايام المباراه. Vai atrasar o processo. اكيد ده هيأخر شويه التحسن. E nós queremos que os nossos adeptos gostem de ver a equipa jogar. ولكن احنا هدفنا ان الجماهير تسعد بان هي تشوف فريق النادي الاهلي بيلعب كره في الملعب. Mas todos nós sabemos que a vitória é a coisa mais importante. ولكن نعلم جيدا ان الفوز هو اهم شيء لينا وللجماهير. Sei que ainda não posso pedir nada. Sei que não posso pedir nada a vocês. عارف طبعا ان انا دلوقتي لسه ما اقدرش اطلب منكم اي حاجه. Só agora cheguei e nada fiz. لسه انا واصل ولسه ما عملتش اي شيء. E nós vamos provar dentro do campo aquilo que estamos a falar. احنا
هنشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده ان شاء الله داخل الملعب اكثر من الكلمات اللي احنا هنقولها. سؤال اخير، كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي. Os nossos adeptos são fervorosos, apaixonantes, vibram muito com a equipa. جماهيرنا تعتبر جماهير عاشقة داعمة دائما بتتابع فريق النادي الاهلي. Lamento que eles não possam estar no estádio a apoiar a equipa. شيء بيزعلني ان هم يمكن ما بيقدروش يحضروا عشان يدعموا الفريق في الملعب. No número que normalmente eles estão presentes. على الرقم اللي هو بيبقى حاضر في الملعب يعتبر الجمهور. Mas nós acreditamos vamos ter sucesso no clube e vamos ter o privilégio de ter os nossos adeptos a encher o nosso estádio daqui por algum tempo. ولكن احنا بنعدكم ان احنا ان شاء الله هنأدي شيء جيد جدا وان ان شاء الله في القريب العاجل هيكون جماهير النادي الاهلي موجوده وماليه الاستاد في المباريات. Também sabemos quando não ganhamos. وعارف طبعا ان انا وقت ما مش هكون اكيد الجماهير مش هتكون مبسوطه. O nosso objetivo da equipa técnica هدفنا كجهاز فني é colocar os nossos adeptos felizes com a equipa. نسعد الجماهير بالفريق النادي الاهلي. O tal pedido que falei há um bocado é um bocadinho de compreensão para dar algum tempo para jogarmos melhor, porque ganhar nós vamos fazer tudo para ganhar. ويمكن كان كلام المدرب في الوقت السابق كله ان يبقى في تفهم وتضامن مع فكرة المدرب ان احنا ان شاء الله بنفوز ولكن عشان نحسن مستوى اللعب محتاجين وقت. بنستأذن حضراتكم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن سعد أبو حفيظ مدير جهاز الكرة، فضل إهداء تيشيرت النادي الأهلي السيد ريكاردو سواريش. سادة الجهاز المعاون اتفضلوا. نلتزم الأماكن بعد إذن حضراتكم. بالتوفيق للسيد ريكاردو سواريش وجهازه المعاون لتحقيق طموحات وامال النادي الاهلي وجمهوره. كل الشكر والتحيه للزملاء الافاضل اللي شاركونا فعاليات هذا المؤتمر، والى اللقاء في مؤتمرات اخرى ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. انا هنا من اجل ان يفوز الاهلي. دي خلاصة مؤتمر تقديم ريكاردو سواريش لجماهير النادي الأهلي، والتأكيد على أنه يدرك قيمة النادي الأهلي، عارف حجم تحديات النادي الأهلي، وعارف مستوى شعبية النادي الأهلي. يصفه دائما أنه هو مش أكبر نادي في أفريقيا فقط، بل من أكبر أندية العالم. جاي وعنده كل التفاصيل عنه يا أستاذ سامي، انطباعاتك عنه. يعني ودي نقطة مهمة جدا، عارف حجم الوثيقة المهمة اللي هو جاي من أجلها. مش مجرد عقد مع نادي كبير، لا، نادي كبير قوي ورصيد بطولات لا حصر لها. ويعني مانويل جوزيه قدر يديله رسالة مهمة جدا ويفهمه هو رايح فين. والمهمة مع اللاعبين، مع إدارة واعية، مع جماهير عريضة في كل مكان. دي مسائل معقدة، يعني مش سهلة.
عليه ان هو يكون عند حسن ظن الجميع في هذه المرحله، يعني مرحله حرجه. صحيح. من استكمل كلامنا قبل المؤتمر بنقول ان هو داخل على ثلث موسم. و ما اشتغلهوش يعني. ما اشتغلهوش. هيتعامل مع حاله مش بتاعته. حسابات معقده. وبيشارك في ثلاث بطولات في نفس الوقت محليه. فبالتالي الجماهير منتظره منه كتير جدا، وهو مدرك يعني كويس ان هو مدرك الكلام ده. هنيجي لتفصيله. محمود انطباعاتك، كتبت كتير انت. ده واضع الراجل انه عنده هم كبير على فكره. ركز مش نايم كويس. القلق واضح عليه. عارف انه قدامه عمل كبير جدا. بامانه شديده هو. يعني رغم كل الاسئله وجاله الزملاء، هو برده على مبدو خد يعني التفصيله الكلام قليل. وانا بحب المدرب اللي يكون كلامه قليل وتركيزه في العمل هو الاهم. يعني ايه كلام دون داعي والضغط تصريحات على العواهنة في اي وقت، لكن في مدربين اذكياء جدا بيعرفوا يتكلموا امتى ويسكتوا امتى ويبعتوا رساله امتى، يعني دي هتبان معاه في المشوار الواضح. طبعا الدعاء دي ان هو ربنا يوفقه، ده اهم حاجه. يعني التوفيق ده رقم واحد واثنين ومليار وتريليون كمان. العمل كبير. العمل كبير. اللعيبه لازم تساعده. اللعيبه طبعا لازم تساعده. لازم تساعده. اكيد ان هو مش هيبقى عنده عواطف. ان هو مش جاي هنا، لا هيكون واضح وصريح وبتاع، وهيبدا الاول يكتشف هو. يعني حتى لما سئل السؤال انت شفت اللعيبه، شافهم واكيد كتب تقرير وسجل، بس مش هيقوله يعني، مش هيطلع ورقه، ما ينفعش. اكيد هنجي لك في العلاقه المحتمله ما بين مستر ريكاردو سواريش ولاعيبه النادي الاهلي بعد الفاصل. اهلا مع حضراتكم من جديد، متواصلين معاكم هذه التغطيه الخاصه لوقائع المؤتمر الصحفي لتقديم مستر ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي الجديد لكره القدم بالنادي الاهلي. والحقيقه المؤتمر اللي كشف عن الكثير من جوانب التفاؤل لعمل هذا المدرب. لكن استاذ محمود صبري قبل الفاصل كنت بتتكلم في جزئيه اللعيبه وقماشه اللعيبه هي اللي هتفرق. طبعا قماشه اللعيبه. وانا عاوز افكرك بتجربه مانوي. لما رجع في الجزء الثاني بتاع 2004. نص موسم زي كده، بس طبعا كان نص موسم. يعني ريكاردو تلت موسم. وقال من التلت يعني. وقتها كانت المشكله في القماشه. بالظبط. بدليل انه الاهلي عمل افضل فتره انتقالات بعد مع بدايه الموسم 2004 2005. لكن الفتره دي لو تفتكر مانويل لاعب الكابتن وائل جمعه راس حربه في ماتش الهلال السوداني. ما كانش فيه يعني. وماكي وفاكر انت التجربه دي. انا يعني شايف انه رغم انه يعني طبعا ما اقدرش اقارن بالفتره اللي فاتت بالجيل الحالي، لانه يا جماعه الجيل السابق يعني عندما سالت الكابتن حسن حمدي عليه الاهلي ممكن يعوض الكلام ده، قال لي 20 سنه تاني عشان تعرف تجيب الناس دي تاني وتدور عليها وتجيبها كده. دي بتطلع جمله مواهب بيطلعوا كده مره واحده، بتبقى طالعه كده مع بعض من هنا ومن هنا ومن هنا. تبقى التكلفه انت بامانه شديده. اتعمل يعني موسمين استثنائيين في الفتره اللي فاتت مع لعيبه مجتهده. ماشي. فيهم لعيبه قصرت في حق نفسها، كان المفروض تروح في حته تانية، كان المفروض يبقى عندها مساحه عند الجمهور، والاهلي ما قصرش، واداره الاهلي ما قصرتش، ودفعت اللي انتوا عايزينه، كان المفروض يكون المقابل والمردود اكبر من كده. والفرصه متاحه. والفرصه دلوقتي. حتى الان متاحه، واللي انا شايف رب ضاره نافعه من وجهه نظري. من وجهه نظري لو قعدت تشرح لريكاردو حال الفريق، كانت مباراه سموحه كاشفه له على ارض الواقع، قول ما فيها من صدمه ومن صدمه النتيجه. لكن انا شايف الراجل ده اكيد هيشوفها من ايجابيات وسلبيات واخطاء. اكيد الراجل ده خلاص حط ايده على المنظر وعلى الشكل، وشاف بناء على كمان على الماتشات الاربعه اللي شافهم قبل كده، اكيد هتبقى الرؤيه هتختصر معاه مسافات كبيره جدا. الخوف على ريكاردو من ايه؟ جمله الضغط الرهيب اللي هيلعب فيه يوم 2 يوم 5 يوم 12. يعني عاوز اقول لك ايه، يمكن برضو عنده سنه من يوم 5 لغايه يوم 12 عنده 7 ايام ممكن. يا هو
في فرصه عندك خمس ايام يقدر يقف شويه ويتكلم ويروح ويصلح، لكن بعد كده عندك خلاص هو دخل، خلاص دخل في ال... واعتقد ان هو دارس كويس وعنده طموح جاي بيه وعارف هو فين، واتقال له انت هتتعامل مع مين وجمهور شكله وطبيعته ازاي، ومن كلامه من ثقته في نفسه انه راجل ما بيحبش الكلام يعني دون داعي يعني. احنا بنتمنى له التوفيق ونتمنى له ان شاء الله مش هقدر واحنا يعني حاسم في موقف كثير من اللعيبه في النادي الاهلي صحيح مش هنقدر ابدا واحنا بنستعرض ظروف المرحله اللي جايه ان شاء الله ان احنا ما نركزش على الاعلام ودور الاعلام ومسؤوليه الاعلام وصعوبات التعامل مع الاعلام الرياضي المصري من خلال ريكاردو سواريش. لكن على ذكر الاعلام هنروح لقاعه المؤتمر، زميله هنا ابو القاسم معاها الزميل العزيز الاستاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي الحقيقه اللي جاي من تجربه عمل في الخليج، كان حريص على حضور هذا المؤتمر ورصد انطباعاته مع هنا ابو القاسم. نشوف مرحبا بيك استاذ ابراهيم من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم طبعا في تغطيتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي للمؤتمر الصحفي للاعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، ومعي في هذه اللحظات طبعا الناقد الرياضي الكبير استاذ اسامه السويسي. بدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى طبعا رد فعل حضرتك بعد طبعا ما استمعنا للمؤتمر الصحفي. والله اولا اهلا بيكي وبالاستاذ ابراهيم منيسي وبضيوفه الاعزاء وبالساده المشاهدي قناه النادي الاهلي. الانطباعات بسم الله ما شاء الله انطباعات رائعه. اولا مش غريب على النادي الاهلي الشياكه والاناقه، انا يمكن مش يعني في حضرت مؤتمرات عالميه كتير في عده دول في العالم. الوضع اللي شفته النهارده لا يختلف تماما عن اي مؤتمر عالمي لاكبر الفرق او الانديه العالميه. نظام الترتيب ده بخصوص التنظيم، اما بخصوص الحاجات اللي جت في المؤتمر فاعتقد ان الكلام اللي قاله حسام غالي، الكلام اللي قاله سيد عبد الحفيظ، حتى الكلام اللي قاله ريكاردو سواريش في تاكيد على جزئيه مهمه جدا، جزئيه الجمهور، جمهور النادي الاهلي. من الواضح ان الدور بتاعهم في المرحله اللي جايه هيكون دور مهم جدا، دور صعب جدا، دور مهم جدا، خصوصا في المرحله اللي بيمر بيها الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، بيمر بمرحله عنق الزجاجه. زي ما نقول مرحلة انتقالية ما بين عهد بيتسو موسيماني، مرحلة انتقالية مع سامي قمصان، إلى عهد العودة للكرة البرتغالية مع ريكاردو سواريز. أعتقد إن الراجل جاي وهو عارف جاي فين، من كلامه على النادي الأهلي عارف إنه جاي النادي هو الأكبر في قارة أفريقيا، عارف إن حجم الضغوط اللي هتبقى ملقاة عليه، عارف حجم المسؤولية اللي عليه وعلى الجهاز الفني في الضغوط اللي خاصة ان هو هيجي جاي في توقيت ما فيش فيه فرصه انه يشتغل براحته، ان هو جه امبارح مرن امبارح مره النهارده هيلعب بكره وهيلعب الثلاث وهكذا، ما عندوش مجال رفاهيه ان هو يجرب خطط ولا يجرب اسلوب مختلف ولا لا، هو داخل وهو قال انا جاي عشان افوز، انا جاي عشان اكسب، انا جاي النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهوره ما بيعترفش غير بالمكسب، انا مش جاي اهزر، انا جاي عارف عايز ايه، انا جاي علشان خاطر احقق المزيد من الانجازات لنادي عنده سجل حافل من التاريخ والبطولات. طبعا زي ما حضرتك قلت المرحله الجايه هتكون مرحله مش سهله خالص، النادي الاهلي عايز يحسم بطولات كتير يمكن في الشهر القادم. عايزين نتكلم بقى عن ضغوطات الجماهير، لان طبعا جماهير النادي الاهلي دايما بتطالب بالمكسب، ويمكن ده اللي ذكروه جوه في المؤتمر الصحفي. اتمنى ودي رساله لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، اتمنى ان هم يبقوا رفقا بانفسهم ورفقا بالنادي الاهلي. ما تضغطوش على لعيبه النادي الاهلي، ما تقصوش على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي هي اللعيبه الوحيده في العالم، مش هقول في مصر، اللعيبه الوحيده في العالم اللي ما خدتش راحات بقى لها 3 مواسم، كل الناس بتاخد راحه، فنلتمس لهم العذر لو كان في تقصير، نقول ان في تقصير، لكن اتمنى ان ما نوصلش بينا الدرجه ان احنا نبقى الدبه اللي قتلت صاحبها. دي رسالة لجماهير النادي الأهلي، كلنا عارفين إن أنتوا الدرع والسيف للنادي الأهلي، كلنا عارفين إن أنتوا مصدر قوة النادي الأهلي، علشان كده دوركوا هو الأهم، وده اللي أكد عليه حسام غالي، أكد عليه سيد عبد الحفيظ، أكد عليه ريكاردو سواريش في أول ظهور ليه في الميديا أو في وسائل الإعلام. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا.
يعني استاذ ابراهيم طبعا ده كان لقائي مع الناقد الرياضي الكبير استاذ اسامه السويسي، لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا يا هلا يا هنا، وشكرا للناقد الزميل اسامه السويسي. استاذ سامي اسامه اتكلم في جزئيه الجمهور وقد ايه مسؤوليه الجمهور كبيره. طبعا مسؤوليه، شريك الجمهور، شريك في منظومه البطولات بتاعه الاهلي من قديم الازل يعني، وبالتالي هو يعني بيقدم الخلطه السحريه للاعبين والمدربين، يصبر عليهم احيانا، يشد عليهم احيانا، بس دي يعني مطلوب في المرحله الجايه. ان مسؤوليه الجمهور مسؤوليه كبيره، ومسؤوليه الاعلام مسؤوليه اكبر. وهنروح كمان لقاعه المؤتمر والزميل فاروق صلاح معاه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. اتفضل يا فاروق. جديد درجات التحية طبعا بالاستاذ ابراهيم المنيسي وضيفيه الكريمين الاستاذ سامي عبد الفتاح والاستاذ محمود صبري، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده عشان نشوف الصوره بالشكل ده، ومؤتمر طبعا تقديم المدير الفني للنادي الاهلي خلف هذا العمل، الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، وامور كتير جدا. طبعا احنا دايما بنضرب بالنادي الاهلي هو المثل في كافه هذه الامور، عشان نتكلم بشكل مستفيض في هذه الامور. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واحد من دايما بقول من رجال الاهلي المخلصين. دكتور سعد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دايما الصوره بتغني عن اي كلام، المؤتمر تقديم المدير الفني للنادي الاهلي اعتقد صوره بتليق بقيمه النادي الاهلي. خليني اشكر حضرتك واشكر قناه النادي الاهلي على وجودها معانا دايما وتغطيتها لكل فعاليات النادي الاهلي، اللي هي بتكمل الصوره وبتعكس الصوره لجماهير النادي الاهلي، وبتقدر توصل مجموعه من الحقائق اللي احنا بنبقى فخورين بيها ان احنا بنشتغل فيها داخل جدران النادي الاهلي في الحقيقه. فده شكر كبير ليكم. كمان بشكر الاستاذ ابراهيم وضيوفه اللي موجودين على تغطيتهم لكل فعاليات هذا المؤتمر، اللي في الحقيقه بتتابعوا جماهير كره القدم المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص، ودي جماهير عريضه في كل اركان الكره الارضيه، احنا فخورين بيهم وفخورين بمتابعتهم لكل احداث وفعاليات النادي الاهلي. النهارده دكتور سعد مؤتمر تقديم المدير الفني، وكان طبعا كان سبقه بالامس جوله لزياره النادي الاهلي وتفقد كافه الامور في النادي الاهلي. يعني اتكلمنا عن المؤتمر النهارده، واتكلمنا طبعا عن كواليس زيارته بالامس وقيادته للمران بالامس. يعني في الحقيقه كان في جوله بالامس كان موجود فيها المدير الفني وجهازه الجديد، استقبلهم كابتن محمود الخطيب في الحقيقه رئيس النادي، وكان ايضا موجود الكابتن حسام غالي ومعاه لجنه التخطيط، وفي الحقيقه قدروا يوصلوا للجهاز الفني الرؤيه الاستراتيجيه للنادي الاهلي اللي بيشتغل عليها ومكانه النادي الاهلي. وكان واضح بالفعل ان المدير الفني يعني في الحقيقه كان قدر يستوعب من خلال قرايته واتصالاته بمستر مانويل فكره كبيره عن النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي الكبيره داخل القاره الافريقيه ومكانته داخل العالم كله، مكانه النادي الاهلي وترتيبه ما بين انديه العالم. وده يمكن كان النهارده هذا التقدير كان منعكس في فعاليات المؤتمر الصحفي في كلمه المدير الفني اثناء مخاطبته للصحفيين، وقد ايه كان هو حريص على انه يعكس هو قد ايه في خلال الفتره القصيره دي قدر يعرف حاجات كتير على النادي الاهلي، اللي هو بتاكد انه هو قائد هذه القاره وهو واحد من اكبر انديه العالم. وهو ده كمان ده شيء مطمئن، ان لما بيبقى عندك جهاز فني فاهم قدر وقيمه النادي اللي بيشتغل فيه، ده اعتقد بتبقى واحده من اهم نقاط الانطلاق اللي احنا بنبقى مطمئنين ليها. في الامس ايضا هو شاف النادي الاهلي كله وشاف الكؤوس ودروع النادي الاهلي، اللي دي كانت رساله غير مباشره بالبطولات اللي بيحققها النادي الاهلي والاهداف الاستراتيجيه للنادي الاهلي. وده ايضا برضو كان واضح من الجوله بتاعت امس، انعكاس ده النهارده في وقائع المؤتمر الصحفي، الفوز ثم الفوز ثم الفوز، لكن علينا ان احنا واحنا بنفوز ايضا علينا ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي بكره جميله، لان النادي الاهلي يجب ان يجمع ما بين الفوز بالبطولات وايضا الاداء الراقي لكره القدم. دكتور سعد الفتره الاخيره كان مؤتمر الكابتن محمود الخطيب، النهارده مؤتمر تقديم المدير الفني. يعني انا لمست من بعض الصحفيين بيتكلموا على وبيثنوا على طبعا النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيعرف يعرض اموره كويس، او النادي الاهلي بيعرف يقدم كل التفاصيل بصوره مهمه جدا، ايضا مين يكون موجود على المنصه، مين بيتكلم، اعتقد في منظومه داخل النادي الاهلي.
في الحقيقه ده نظام النادي الاهلي بياسسه، ونظام النادي الاهلي هو اللي بيبدعه، والنادي الاهلي قائد ورائد فيه. فالنادي الاهلي زي ما هو رائد وقائد جوه الملاعب كره القدم وجوه ملاعب كل الرياضات المختلفه، كره اليد، كره الطايره، كره السله، هو ايضا رائد وقائد ومبدع في النظام الاداري داخل جدران النادي الاهلي وخارج جدران النادي الاهلي. توارثناه جيل عن جيل، زي ما حضرتك تفضلت مشكورا المؤتمر الصحفي بتاع الكابتن محمود الخطيب، و حجم الثناء والتقدير اللي اشادت بيه كل المنصات الاعلاميه واولهم منصتنا احنا، منصتنا اللي هي قناه النادي الاهلي، احنا فخورين ايضا بيها ان هي الرائد الاول في المعلومات الصادقه، في الرؤى المنطقيه العادله، يمكن في موضوعات كتيره احنا بنقدر نوصل لجماهيرنا من خلال منصاتنا الاعلاميه وفي مقدمتها طبعا قناه النادي الاهلي. المنظومه الاعلاميه اللي داخل النادي الاهلي في الحقيقه ممثله في اداره الاعلام والزملاء اللي موجودين، منظومة العلاقات العامة واستقبال الضيوف، أيضا منظومة مدير المقرات، وأيضا قدرتهم على التنظيم في أوقات قياسية وبدقة عالية. يمكن حضرتك شايف الصورة طالعة إزاي للمنصة، كما كانت أيضا في منصة الكابتن محمود الخطيب. في الحقيقة يمكن النهاردة الكابتن محمود الخطيب لما قدر يعرض في المؤتمر الصحفي الموقر، في الحقيقة كان في حجم كبير أيضا من الثناء على دقة الكلمات ورقي الحديث. النادي الأهلي لا ينجرف وراء أي انطباعات سلبية، إنما الأهلي دائما هو يقدم النموذج والقدوة، ودي مسؤولية في الحقيقة تاريخية بالنسبة لنا إحنا كنادي أهلي. فالنهاردة يعني في الحقيقة زمايلي كلهم، سواء كانت إدارة الأمن، إدارة التعاقدات والتسويق الزميل الفاضل الأمير توفيق، إدارة الإعلام الأستاذ جمال جبر، إدارة العلاقات العامة ريم، أيضا إدارة المشتريات، الإدارة المالية، لأن كل التجهيزات دي وراها فرق عمل كاملة في الحقيقة بتشتغل بإخلاص شديد، وعندها مجموعة من الإرث، وده واحد من قيم النادي الأهلي التجارية، أن النادي الأهلي يمتلك إرث قوي يستطيع أن يخلق علامة تجارية لها معنى داخل الأسواق، ودي بتنعكس. يمكن البعض بيتعجب بيقول النادي الأهلي، ما غير النادي الأهلي بيكسب بطولات، بس الإرث اللي عند النادي الأهلي غير، وعشان كده ده بيمثل قيمة مضافة. العاملين في النادي الأهلي، وده يمكن دائما حرص الكابتن محمود ومجلس إدارته الموقر في الحقيقة، تطوير القدرات الإدارية في النادي الأهلي، ده تطوير، عملية تطوير مستمر، ويمكن آخر عملية تطوير، يمكن إحنا مش بس داخل جدران النادي الأهلي وخارج جدران النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي النهارده ايضا بنشوفها. يمكن احنا حضرنا فعاليات الافتتاح والسوب الجديد بتاع قناه النادي الاهلي، تطوير مجموعه من البرامج، فاحنا عندنا تطوير ايضا مقرات النادي الاهلي، تطوير البنيه للنادي الاهلي، كل دي مجموعه من الخدمات. احنا كان امبارح عندنا 6 ايفنتات داخل النادي الاهلي في نشاطات اجتماعيه، لجنه المراه شغاله، ايضا في الشيخ زايد الطفل شغاله، ايضا عندنا قياسات طبيه موجوده للاعضاء، خدمات متنوعه، هو ده النادي الاهلي. عايز اختم مع حضرتك بنقطة مهمة جدا، بروح المشجع وليس الدكتور سعد شلبي مدير التنفيذي النادي الاهلي، عايز تقول ايه للمدير الفني وتوصله رسالة؟ في الحقيقة احنا اكيد هو يعني الرسالة وصلت، بس بأكد له تاني ان هو يعني زي ما هو قال في المؤتمر الصحفي ان جمهور النادي الاهلي جمهور عريض وجمهور كبير ولا يعرف الا الفوز بالبطولات، ودايما جمهور النادي الاهلي داعم ومساند للجهاز الفني بتاعه، يعرف امتى يشجع، يعرف امتى يساند ويدعم، يعرف امتى يوقف اي حملات شرسة يتعرض ليها النادي الاهلي، ويكون مساند فقط لمجلس ادارته وجهازه الفني ولاعبته ايضا على كل العصور. احد العوامل الرئيسيه لنجاحات الاهلي التاريخيه هو جمهور النادي الاهلي، فلا بد ان احنا كلنا نشتغل عشان نسعد جماهير واعضاء النادي الاهلي. شكرا يا دكتور سعد وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا فندم. استاذ ابراهيم، ارث النادي الاهلي غير زي ما قال الدكتور سعد شلبي، ارث النادي الاهلي غير، ودي مسؤوليه تاريخيه بنتوارثها اجيال بعد اجيال. كلام في غايه الاهميه من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اعتقد يعني كلام افاد واستفاد في كثير من الامور. طبعا نتمنى طبعا كل التوفيق لريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وجهازه المعاون. من جديد تعود الكلمه للاستاذ ابراهيم المنيسي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا يا فاروق، شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي. والحقيقه الارث التاريخي اللي اشار اليه الدكتور سعد شلبي يكمن حتى في مواقف النادي الاهلي، لما نلاقي ريكاردو سواريش علشان يجي النادي الاهلي حريص انه يرجع لمانويل جوزيه ويديله مانويل جوزيه هذه الصوره الكبيره عن النادي الاهلي، هي دي القيمه اللي النادي الاهلي بيتركها لدى كل من ينتسب اليه ويتعامل معاه.
في السبعينات في سنة 80 لما هيديكوتي مشي من النادي الأهلي، لما طلب أنه يرشح مدرب رشح كالوتشاي المجري للنادي الأهلي. لما جه ديتريش فايس الألماني ومشي من النادي الأهلي قبل سنة 90، فضل لسنوات طويلة جدا كل ما الأهلي يحتاج مدرب ألماني فايس هو اللي بيرشح المدربين الألمان للنادي الأهلي، وها هو مانويل جوزيه يرشح للكابتن خطيب والأستاذ ياسين منصور ولشركة كرة القدم في النادي الأهلي ريكاردو سواريش. فهو ده القيمة الحقيقية والإرث التاريخي الإداري المحترم اللي النادي الأهلي بيحرص عليه مع كل من يتعامل معه. نطلع الفاصل، وبعد الفاصل يتواصل لقائنا مع الزميلين العزيزين محمود صبري وسامع فتاح عن مسؤولية الإعلام ودور الجماهير مع ريكاردو سواريش في الفترة الجاية. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه كلام ريكاردو سواريش واضح جدا تقديره للجمهور، واضح اهتمامه جدا بجمهور النادي الاهلي، واضح كمان انه عارف قوي حجم شعبيه النادي الاهلي. دور الاهلي كجمهور في الفتره الجايه يا استاذ سامي مع الجهاز الجديد؟ طبعا هو دور اساسي. كنا قبل الفاصل كنا بنقول ان هو يعني كلمه السر في مسيره الاهلي اللي جايه، لان مسيره يعني جديده. مسيره جديده في طبعا يعني يعني في بطولات هربت من فرقه مطلوب ان هي ترجع، وفي اداء مطلوب ان هو يكون احسن. ملاحظات سواريش النهارده في المؤتمر كانت صريحه جدا، وانا بشجعه بحيي عليها لما بيقول ان مستوى بعض اللاعبين بينخفض اثناء المباراه، تركيزهم بيقل. دي بيخلينا نطمن ان فرق ان اللي جاي افضل. فبالتالي يعني الجمهور لازم يكون له دور ايجابي كمان في مسانده الراجل ومسانده اللعيبه، لان طبعا زي ما قال زميلنا اسامه السويسي اللعيبه بقى لها 3 سنين مش مستريح، محتاجه تلتقط انفسها. بس طبعا يعني الباور اللي يطلع عندها من الجمهور هيساعدها في اجتياز المرحله الجايه دي، مرحله حسم البطولات، لان قربت كتير. يعني بنتكلم في شهر شهرين هيكون عندك بطوله والثانيه والثالثه، فدي ده في رصيد اللاعبين من ناحيه وفرحه للجماهير. صحيح. فبالتالي انا شايف ان الجمهور لازم يكون في ضاء باكينج للعيبه والجهاز الفني الجديد ويصبر عليهم شويه مش كتير. صحيح. طيب محمود، الحقيقه يمكن واضح جدا من كلام ريكاردو سواريش انه لما التقى مع الكابتن خطيب، الكابتن خطيب قال له الاستراتيجيه بتاعتنا والهدف الواضح بتاعنا البطولات. طبعا. وما اقدرش اعفي ابدا الاعلام من المسؤوليه في التاثير، سواء الاعلام اللي بيساند النادي الاهلي او الاعلام الاخر. اللي تقديرك لمشاكله ايه؟ اعلام المضاد. المضاد. طبعا. في مخطط بدا من وقت ما اعلن النادي الاهلي التعاقد مع ريكاردو، بدات حمله لتشويه الرجل. بامانه حمله بعيده عن الاخلاق، اخلاقنا ومروءتنا وكلام بتشويه واختلاق اكونت وهمي وضرب هدفه واضح وصريح. عاوز اقول انه الهدف ده يعني في جمله من التدليس والخسه بغرابه شديده جدا. انا شايفها يعني مش لاقي سبب. مش لاقي سبب ايه ليه الكلام ده يا جماعه؟ اعلام زرع الاشواك. واحفر حفره عشان يعني هو جاي علينا، انا عاوز اشوف يعني كفايه بقى. كفايه اللي اتاخد، نفكر في اللي جاي. اما برضو جمله 42 دي عامله مشكله برضو. 42 دوري و10 دوري ابطال افريقيا، فانا هدور لك على اي مشاكل. على اي مشاكل. لازم جمهور الاهلي وخاصه الناس اللي على المنصات تاخد بالها، واكيد الناس خدت بالها. ورساله ترمت بدري واضحه وهدفها افشال مهمه الرجل قبل ان يبدا، بان انا بضرب استقراره وبنشر عنه معلومات وحاجات في منتهى الخطوره وغايه الخطوره، وان انا بحط كلام مش موجود. وده كلام برضو بعوده بكر، ده برضو جديد علينا في مجتمعنا في الفتره في السنوات الاخيره، ظهر بصوره بامانه لم نالفه من قبل ولم نتعود عليه. وبقول مش دي اول المعارك للاهلي وجمهوره، وستستمر المعارك، والمعارك موجوده. معارك
عندما وجد البعض نفسه غير منتصر داخل الملعب فأراد أن يحقق انتصارا في الآخر من عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن بطولات زائفة، لكن هذه البطولات الحقيقة الحقيقية التي يسجلها التاريخ وتسجلها كل العالم هو الفوز داخل المصطلح بشرف وعرق وجهد انتصار. عاوز أقول يا جماعة خلي بالكم، ريكاردو محتاج حماية معنوية، محتاج جمهور الاهلي يكون مستيقظ المرحله الفتره اللي دي، حتى لو ما فيش جمهور الاهلي بيروح بالعدد الكافي في المدرجات بسبب الظروف اللي احنا شايفينها، لكن وجودكم على المنصات وجود الناس اللي موجوده في الملعب لازم تدافع عن الفريق عن جهازه الفني بما يحافظ على الاهلي ومبادئه وتاريخه وشغله، والاداره النادي ماشيه في نفس السلك هو الالتزام والعمل على تصليح اخطائي انا، لا انشغل باخطاء الاخرين او هفوات الاخرين او مشاكلهم. من نجاح الاهلي على مدار تاريخه انه منشغل باخطائه منشغل بعيوبه، بيصلح اللي هو شايفه وبيدور على اللي احسن منه عشان يشوف هو وصل لفين، هو ده اللي انت وصلك للي انت فيه واللي انت عاوز تروح في حته ثانيه، لا تنشغل بالاخرين، شجع فرقتك، ادعم فريقك، ادعم جهازك الفني الجديد، اعمل وواصل عملك كجمهور، وانه التوفيق عدم التوفيق ده بتاع ربنا، انت بتعمل اللي عليك. اتمنى ان تكون الرساله وضحت من اول يوم الراجل. بمجرد ما تم الإعلان ما في الثواني ظهرت حاجات يعني مضبط. بأمانة مؤسفة، أتمنى أن الناس تاخد بالها منها في الفترة اللي جاية. ده كلام مهم جدا. هنروح لقاعة المؤتمر تاني والزميلة هناء أبو القاسم معاها الزميل علي سمير الناقد الرياضي بالوطن. نروح. مرحبا بحضرتك من جديد استاذ ابراهيم وبضيفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعي في هذه اللحظات طبعا الصحفي الكبير استاذ علي سمير صحفي بجريده الوطن. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين نعرف بقى انطباع حضرتك طبعا عقب الاستماع للمؤتمر الصحفي للنادي الاهلي. اهلا بيك. لا انطباع كويس جدا، المدرب بيتكلم بشكل كويس جدا، بيتكلم على قيمه الاهلي وعارف ان هو فين المكان اللي بيلعب او اللي بيدرب فيه، عارف قيمه النادي الاهلي واللعيبه بتاعته والطموحات الكبيره وكمان الجماهيريه الكبيره جدا بتاعته، عارف ان هو قدام تحدي صعب وعارف ان الظروف هنا صعبه في مصر. يمكن ذكر بشكل محدد ان الضغوط او العمل، اي مدرب ما يعرفش يشتغل من غير ضغوط ما يبقاش مدرب كبير، فدي مؤشرات كويسه جدا ان هو قادر ان هو ينجح. كمان السي في بتاعه يمكن الناس بتتكلم ان هو مش قوي بتاع، بس ده مش مقياس في الوقت الحالي، في مدربين صغيرين جدا، فايلر كان مدرب السي في بتاعه ما كانش قوي جدا بس كان عنده طموح، كان عنده مدرب كويس جدا قدر ان هو ينجح. في ناس بتتكلم انت كنت تجيب سي في كبير او سي في بتاعه، بس السي في كبير مدرب حصل على بطولات قبل كده بس شايف الموضوع ده مش حلو في الفتره الحاليه. في بعض المدربين نجحوا بشكل كبير جدا، حققوا كل البطولات اللي كانوا بيسعوا ليها، عندهم تشبع، لكن لما تجيب مدرب جعان شويه بلغه الكوره بيقدر ينجح هنا. كمان لما يبقى فيه اداره كويسه، في جماهيريه، في لعيبه مميزين جدا بيقدروا يساعدوا على النجاح. شايف المدرب بيتكلم بشكل كويس جدا، عنده طموحات كبيره جدا ان هو ينجح خلال الفتره المقبله ان شاء الله مع النادي الاهلي. اتكلم كمان ان هو لعيبه النادي الاهلي عندهم فيهم لعيبه مميزين جدا، وان اللعيبه المصريه قريبه بشكل كبير جدا من اللعيبه في البرتغال، ويمكن دي مؤشرات ايجابيه جدا بالنسبه للمدير الفني الجديد. عايزين نتكلم بقى على الفترة المقبلة، أكيد هتكون فترة صعبة جدا، في ضغط مباريات، ويمكن كمان المدير الفني مستر ريكاردو سواريز ظهر ده وذكره في المؤتمر الصحفي، شايف ازاي الفترة المقبلة والاستعداد ليها؟ أنا شايف إن المدير الفني جايب خمسة معاه الطقم بتاعه كامل، دي حاجة مميزة جدا، هو بيقدر يستكشف كل الفرق، بيقدر معاه الأدوات كلها بتاعته اللي تقدر تنجحه. هو اتكلم كمان على إن الماتشات اللي جاية خلال ثلاث أيام، قال إن هو متعود على الضغوط دي ومتعود إن هو يلعب أكتر مباراة خلال في الأسبوع الواحد، يعني كل ثلاث أيام مباراة واحدة، قال إن هو عنده الفترة اللي جاية بتبقى صعبة بالنسبة له، إن هو تحدي ليه إنه يقدر يجهز اللعيبة سواء فنيا أو بدنيا أو نفسيا، إن هو معاه أخصائي نفسي، فقال ان المرحله الجايه تحدي كبير جدا، وقال ان هو ان شاء الله هيقدر ينافس على بطوله الدوري وكمان بطوله كاس مصر النسخه الاخيره والنسخه الحاليه، وقال ان هو شايف وجهازه الفني ان هم يقدروا يحققوا نجاحات كبيره، وبيعد جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله ان هو يقدر يحصد البطولات. بشكر حضرتك جدا. العفو، شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع استاذ علي سمير صحفي بجريده الوطن، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا يا هنا. الاستاذ سامي في دقيقة واحدة كيف يمكن أن ينجح ريكاردو سواريز في المرحلة في التجربة بتاعته؟ والله لو هو أنا متفائل جدا لأنه قاعد مع مانويل جوزيه، تمام، وهياخد خلاص التجربة بتاعته، تعلم منه حاجات كتير جدا أو فهم منه حاجات كتير، مفاتيح مهمة جدا
لان الاهلي مش صغير. الاهلي كبير وهو جاي فاهم حجم الاهلي قاريا ومحليا وعالميا. فبالتالي مهمته جدا ان هو مهم جدا ان هو يقرب من اللعيبه اكتر، يتعامل على ومعاه مساعدين بسم الله ما شاء الله يعني جهاز متكامل في كل التخصصات. بالتالي لازم يقرب من اللاعبين اكتر ويشتغل عليهم نفسيا وسيكولوجيا وبدنيا، واللعيب اللي شايفه تعبان في حته معينه يشتغل معاه بسرعه جدا. الشغل مع اللعيبه ومسانده الجمهور، وايه تاني؟ الحاله النفسيه. الحاله النفسيه اه سر نجاح مانو الجوزيه زي ما قلنا في الاول كانت في المحاضرات. يعني كان يبدع في التأهيل المعنوي والنفسي. كنت تسمع منه كلام يخليك ممكن زي ما بنقول ايه تقوم عاوز تكسر الدنيا. ده كان كلام مهم جدا، وهي دي وصفة النجاح بإذن الله للمدير الفني البرتغالي الجديد مستر ريكاردو سواريش، اللي كنا سعداء النهاردة مع حضراتكم وإحنا بنقدم لكم وقائع المؤتمر الصحفي لتقديمه للرأي العام. الراجل قد إيه متفائل، قد إيه عنده شغف كبير جدا بقيمة النادي الأهلي وتقدير لجماهيرية النادي الأهلي وحجم بطولات النادي الأهلي. يبقى الدور على جماهير النادي الأهلي، يبقى الدور على لعيبة النادي الأهلي، ويكون التوفيق في النهاية من عند ربنا سبحانه وتعالى إنه الأهلي يستهل هذه التجربة الجديدة. صحيح إن السفينة في عرض البحر، والراجل بيقود مهمة ما هوش اللي صنعها وبيشتغل بأدوات ما هوش اللي عملها من البداية، لكن أعتقد مع تكاتف كل الجهود ومع هذه المساندة الكبيرة من العمل الإداري داخل النادي الأهلي يحقق الأهلي طموحات جماهيره الكبيرة. شكرا جزيلا لحضراتكم على متابعة هذه التغطية الخاصة لوقائع المؤتمر الصحفي لتقديم ريكاردو سواريش لجماهير النادي الأهلي. كل التوفيق له ولجماهير النادي الأهلي دائما. شكرا جزيلا لحضراتكم.